بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى: سورة محمد، سورة داس نبينا عليه الصلاة والسلام أمر عدري معلمين تنحديك الذي محمد بن إسرين. سورة محمد سورة داس مسابسيني مفردات كيبو بالله مصنفكو سيدة عدد أوهات أو زارها حتى تضع الحرب أو زارها إلى أودغالكو يا حربه أودتشيو عليس كيسي والغفة سراء أو زار معنى الأثقال وحاك الغفة سراء السلاح هبكة لودغال لما يي إلى الله ديغو أو زارها وغفة سراء مصنفكو آثامها من الوزري مركة وزري إيا دنبي آثامها دنبي جيدي إلى ودماده او وخي كينايا حربها وا غالا دنبوداي او الهي كو كفرساي او هادنا دغال اسلامك او موجيساتاي الى ارينتا ايدا لا دجيو اي حتى لا يبقى ايراون هارين الا مسلم قف مسلم مويني ساس كو فسري عرفها ويدخلهم الجنه عرفها لهم الهي و خو غلنايا جنه او انو جنه غليو او عرفها لهم عديي مؤمنينتا لصوت المامي تلمامي هيدا يا واحد كود عجراء انت وبيه كوابان تهي عرفها اي بيّنها وعدي تاسكو فسر. وقال مجاهد بن جبر وحويري مولى الذين آمنوا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا إلهي ذاتك مؤمنين تايو مولى ويهي وقرقار ويهي وناصر ويهي وليهم وليهودي وي أمره ذا تولينا ييق عانتك وهي مامولا يي عزم الأمر لفظ رأسه هذا كهذا عزم فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا لهم أمركو مركو وحقوف سير جد الأمر أمركو مركو نباهان ودبوبو أمركو مركو دبوبو وجهاد كي يدقال كي فعلا لحقلو ووصير دبا أموغضو هذا إلهي أرمين لها أرم شيق لهايين وأي كرم شيقا يوحي شيقنا يين وإيمان يسلاني معه فلو فإذا عزم الأمر جد الأمر أمر كأود أبوه نعصص في السلم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم ذي ويانو هل ضعيفنا أو هل ضلبنا أو هو يرانينا وهراتسانينا مصلحة إيو وانوان لا تضعف وضعيفنا وأنتم اللي علون إذنكو الصرية إلهي معنا يهي هل ضعيفنا وإسن الليننا ليه. وقال ابن عباس وحويري رضي الله عنهما أضغانهم لفظي قاس أضغانهم تا أم حسب الذين في قلوب مرض أن يخرج الله أضغانهم كوا قلبي كجرين المنافقين تي قالضاء قلبي قالضاء هوسترا كفر كجرة موقع إسلامي ماذا نموجي سنايا ما وحي أم ليين إنو إلهي سو سارين أضغانهم حسدهم وكفا سري حسد نمذو ذا أي مؤمنين تخير يا وناق يا قول يا نصر يا كحس دايان إيو ضغينة هذا إيو حقدي هذا الضغائن ضغانهم ضغائن تو حقدي حسن وكفر سري آسين لفظ قاس آسين أنهار تبى رجس هذا وبياشي مركب حالي أنهار من وأنهار من ماء غير آسين وبي محوها بيوء أو هذانا غير آسين غير متغير أندرسومين بيأس كدر درايا أندرسون يدحل يقشن ومننا اللهين سكن نظيفة حريد معانا هي إلو جنة لين الله نقدره. قال المصنف رحمه الله وتقطعوا أرحامكم لفظ قاسو أيضا صباب يستي فهل عصيتم إن توليتوا أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ما لقى يا أباء من مذنتهين هداد عاصدان عسيان لي ماتان قال عصيتم من مذنتهين مركا إنات انت جيستان الحق كل حتان اد وتقطعوا ارحامكم ارحامتيني يا قرابتي يا رحمك اد جويسانك رحمك اما حق النصبك اما حق النوبمدا اما حق المساهره يا حديثي نمدا انت بسوق لاياي
حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان سليمان بن بلال قال حدثني معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكوري قال النبي إنه يري خلق الله الخلق إلهي خلقه وأبوري فلما فرق منه مرك خلقه أبوكي لما يستري قامت الرحم الرحم كتبا استاكتي وصفها إيا التلمانتا إيا معناها حرير كأه إيا لبدا قفود حيسا أما النصب ها هذا معناها سقاكوي ماذا أما النقمة المسارب حكوي ماذا بي معناها سوحى إلهي سبحانه وتعالى وكدقي وح مجثم وهضلي أو إلهي سبحانه وتعالى هضلي قامت الرحم الرحم تبا استاكتي فأخذت بركاسي وحي قبصتي بحقو الرحمن الله الرحمن حقو يسا حقو حالي لذا قنت قوالي لهذا قنت قوالي لهذا مركا وأم حقو يريق بجلال الله وعدمته أنا قانا كنه يدي حقيقة يدي صفة هذا ما قران كرر لكن نمرها كما جاءت سيكوت مدبان كما رأينا حقو الرحمن بيكون لغا يسا الرحمت فقال لو إلهي ما وحكوله ما وزجري محال ربطا محال دعي قالت وحي لذا هذا مقام العائذي ماشاني أن تقنع الله مقام العائذي متك ما ينقل بوس كيسي بك أليه كما ينقل من القطيعة قوينتا إن لقويو ماشي إلهي لغا ما ينقل سوماها أو إن قرابة يرحمها دانها إن لا يتشرو ماشان كيبت بادا كما ينقل قال إلهي بوحي لذا ألا ترضين هاي مياد الرالك وهين أنا أصير إن الحرير يوم وصلك أيضا وحيك الشيخان إيسا إلا قويو رحمك يا قرابتي مركا إلهي وحن قام ينقل يا ماشان أنتاقنه إن لي قويو مقام كذب أنتاقنه إلهي بقى مركا وحوله بلنقات أي أقاضي يا ألا ترضينا صور رالي كمتهد أن أصير إن الحرير يوم من وصلك قفك كحرير يوم وهو أقضعاء قويو من قضعك قفك كقويو مكا رحم قوس إلهي بقى قويي سبحانه وتعالى قفك رحمك يا قرابتي سقويا قال وحي تري بلا رالي بانكو يا ربي ربك يو قال الله وحي له فذاك ارنكا سالك كو سغنالاي سدا سا نو بلانا قفكي غوي كو غويا وا كا جلانتا انا وان جري قال ابو هريره وحي يري اقراوا اخر يا شيتم هذا ربطان مصداق هذا الحديث القدسي حديث كاس وحج حجرا القرانك فهل عصيتم من مدنت انت وليتم هذا جيستان والحق يدينك كريريد الجهاد كجيستان ان تفسدوا في الارض ملك الى فسهالسان او وتقطعوا أترتان أرحامكم قرابدين ها كوا وكو إله العرض هدي العرض بقول عظيم عليه أولئك الذين لعنهم الله حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل الكوفي عن معاوية قال وحير حدثني عمي أبو الحباب يا أيها الرمي سعيد بن يسار أبو الحباب كاس عن أبي هريرة أبو نكوري بهذا متابعوي كاس معاوية وكان صام الرئيوم معاوية بن أبي مزرد أصام الرئوي مركا متابعة ويانو سليمان بن بلال بوحا متابعين يا حاتم بن إسماعيل يا متابعين يا طيب ثم قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم وحيري وقرأوا إن شئتم هدا ربطان أخرية فهل عسيتم أخرية مركا تنوحي كقدوا أنت الرواية ظهوري وقرأوا إن شئتم نبي عليه صلى الله عليه وسلم رواية ظهوروا رواية سليمان بن بلال من حديث معاوية وقال أبو هريرة وهي مركا قول أبو هريرة ميامس قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أصلا مركا قال حدثنا بشر بن محمد هذه مرفوعية موقوف إذ قبتانا مرفوع الله هرمريني وسيها زيادة علمية قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك المروزي قال أخبرنا معاوية بن أبي سفيان معاوية بن أبي المزرد بهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أقروا إن شئتم فهل عصيتم أخريا سورة الفتح سورة دانو كساب سيهي وقال مجاهد باو حويري بورا لفظي غاس وظننتم ذن صوي وكنتم قوما بورا عما لحهم بعد مرايسينو قل هلاك سباتين بورا مكوحو كفصيري بورا هالكين كوه هلاك سباتين وقال مجاهد سيماهم في وجوههم وجهوا ذي كم مقطع على مدى خيرك على مدى خيرك وجهوا ذو كم مقطع سيماهم عقوه فصيري السحنه سحنظنا وبشره الوجه وحاله قفكه وجهي سئ موقال كيسا اي حالته وجهها كسغن يهي با وخا لغا غران حدو خير ليهي يا حدو نعمه كجيره يا حدو بوسي كجيره يا حدو عريسن يهي يا حدو فرحسن يهي وجهها ملامح وخا لراجرت وجهي لغا اخرسني
marka qofka ehelo khayr oo ehelo daaca wajigiisa laga garan qofka aan maarta ehelo daacaheen gaalka gaalada fiir wajiga fuux xumadooda munaafiqiinta fiiri muhaadada xuna faasiqiinta oo ku ka tayib siimaahum saxna ku fasiray waxa kale oo lagu fasiray oo bacda riwaayaat ay dhahayn asaxna meesheedii asajda siimaahum fi wujuuhim wajigooda ka muuqata sajdada sujuuda qof musalli oo muumin oo tukada almasxana way soo arortay طيب قال منصور سوى حوية عن مجالسة وكورنا التواضع وجي قوة كم مغطى تواضع يدل اسكبرين اسويرين ان يهين خشوع سن شطأه لفظي قال شطأه بكوف السرايا كزرع اخرج شطأه نبي عليه السلام يسحابه دي سالة الماما توراد انجيل لبضا بوالغو الشيغي مركا كزرع بين لميديهين بير اخرج وصوصار شطأه شطأه وصوصار صبحي وصبح صبحي يعني مليه في دي سبا صباحي وي فراخه وكو فسر فراخ فراخ وحال الى هذا شبر كير ولي ان عندها لك لبح ما فراخ لبها مركا مريه يا او ير او عرض او مركا ان صباحي او صبول كي اوسا اسكو ير على مدي كم موقت استساري دي كم موقت بدان تي سنه صباح لكن ان ولي خوغي سنين يا شط الى دها ما كدم بي فاستغلظ ما كان سو خوغيستي غلظ او ادكاداي مركا هدو ادكاداي سوقه يري او لفظي سوقه وحقوف وحا ويان فاستوى على سوقه فاستوى على سوق بكؤت كاداي استوى وحقوق على سوقه الساق ساق حامله شجره جيدا وحا خنباراي او كتاغن جرده اي جيدك انتي سي كلي عليسكي سو دنهايا وحا لا ساق لا دها marka midhihi yara ay soo baxay habadi midheeda la abuuray sabuulka ha toban toban sabuul iyo shan sabuul ay ka badan iyo ka yar ayay soo bixinayaan sabuuladu markuu inta ay leekadaan saaq baa loo sameeyay markuu ku istaago leegeedku waa dhacayay hal maxaa xabada saaq looma sameeynaayo marka qaalowda saaqahu fastawa ala suuqihi suuqihi suuqi siba marka uu ka ekaaday suuqa wuxuu ka wada asaaqu xamalatu shajara geeda waxa xumbaaraya jirida adaga ayaa saaq la yiraahda wayuqaalu daairatu sawi yaa la yiri دائرة الصوء مرة بعد بكوس عرين دونا لفظ قاسي تلمان تاسي نبي قاسي حبلا انت هون احدى قريي او ترتيب كيبو حقو كتاقي دائرة الصوء عليهم دائرة الصوء وغضب الله عليهم تي كورك وضا وحاها هذي بلايا وريكتحن اي عرى اله باكو دعضي وريكتحن مكا دائرة الصوء كقولي كبعضي رجل الصوء مركا صوء دا سواء صوء يا صوء حمام بلوجي ذا رجل الصوب هذه رجل الصون وهذه دائرة الصون وحلوج العذاب عذاب وريجا هي كرك وضعها طويل يعري له يعزروه لفظ جاس يعزروه لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه ذوي وتعزروه وتوقروه إلهي إن أدمرت الرميسان يا رسولك يا الرميسان ردينا أدوين إنسان نبي قد تعزروه وتوقروه تعزروه ذي مفسرة يحقو فسره ينصرونه أيقر جاران النبي عليه السلام أيقر جاران dib wuxuu ugu laabtay tilmaamihii marka saxaabada nabiga lagu tilmaamay ya nabiga shad ahu bu ku noqday haddii shad ahu daa wuxuu ku soo yiri faraaxa haddana wuxuu ku shad ahu shad usn sumbuli sumbulka ama sabulka fiidisi mirihiisi baa soo baxaya tumbitul habatu halkii habad dhulka lagu abuuray waxay soo saari 10 sabul aw 8 sabul wa 7 sabul 7 sanabil ay soo saari markaas fa yuqawi ba'dahu bi ba'd markaas marka kale yu xojin u asadkeen oo fa azaru hudi weeyaan fadaaka qawlu ta'ala ba marka ku tusi fa azara wa isxojiyeen qawa wa xojiyey midhi asaga haba isxojinaaya halkii xabo inta soo mira sabulki inta soo maru wata inta soo sabul baalunki saaran markaas wa isxojinaaya bu kulee fa azara qawa walaw kaan waahidatan hal haday tahay lam taqum ala saaqin waxba jirid iyo saaq kumina istaagteen looma sameeyeen waxa saaqa iyo jirida geedka lagu sameeyay luunka loo adkeeyay waxa weeye sabuulo waaweyn oo farabadan ba saaran iyo miro badan waa huwa mathalun arrinkan lagu sheegay luulee sabuul soo baxay midhiisa uu soo baxay kadibna adkaaday saaq adag loo sameeyay la leeyahay marka horena ka soo jeeda hal xabo dhulka la geliyay waa mathalun wa tilmaan ya tusaale darabahu allah ilahi uu dajiyay nabiga nabiga calayhi salaam id goortii kharaja uu soo baxay wuxuu kaligiis asagoo kaligii uu soo baxay quulu la ilaha illa allah tuflihu la ilaha illa allah dhaha wariyahi rumeya iyuu la dhexistaagay dadkii fuma qawaahu ilaahi wuxuu ku xoojiyey bi asxaabihi asxaabtiisa ku xoojiyey sida sabuulkii uu isku xoojiyey oo saaq lagu sameeyey oo kale kama qawal habata
حبضي سيدو وحوجي بما ينبت منها وحو دلي او مر بدن او كلا او سبولك انت سو حبدا ايو دلي سلاسا تلمانتا لولا جيدا ايو كليهي. باب في قوله تعالى انا فتحنا لك فتحا مبينا وحان كو فرينا محمد وفرش فرين فريد يا فرش مبينا نصر نصر مبينا يقول وين ايان كو فري او انو النبي عليه السلام الهي وافجيه انو كفار قريش حربه يا دغالكي دو دخيهي اي صلح يا هيشيس اي كدمايستان او دهنا اي كسوبخدو قودبا اه 10 سنه ان ليس دحمري كرو قولو ولب قولدا كلا اي بوقن كرتو افك ليس لا لاعي كرو حريه اللسان والقول هذلكي ودكو حر اي نوقدان او اسلا هدي كران نتيجه دي كدلت وهي نقطي دد بدن او كفار قريش هاي او مركو هره حبك هيسو دغال او تاغنا ان انت افك لا غاراي دينتي اي مقلين او سو اسلامين او روميين او راعين نبيغا وحايدنا كدلت هدي كفار قريش قولدي قودي او وينهدا جزيره العرب هشيس لا لقاتي كوي كلا ان مركا سيفود الله مقونيو او خيبر غانت لو دغو او عربتي رير باديه قبائل كلا لا سو جبيو كديب دينا قريش او كنيد ميدا تاغان بلانتي تي كبخد دينا كريد مالن لا مرو لا دردريو مركا فتح مبين بيد شي حديبيه يا صلحيه هشيسكيد. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك بن انس عن زيد بن اسلم من عنبيه اسلم العدوي مولاهم ان الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير وحو سعدي في بعض اسفاره سفر في سقار وعمر بن الخطاب يسير معه ولا سعد ليل الهبين بان لا غورناي فساله عمر بن الخطاب ويدي عن شيء وحو سؤال النبي فلم يجيبه الرسول الله نبي وما جواب النبي عمر بسؤال ويدي نبي انا وما جوابي ثم ساله وكعلي سؤال فلم يجيبه نبي وما جواب ثم ساله سؤال فلم يجيبه وما جواب فقال عمر بن الخطاب وحيري اسغاس حنانا تكيلت ام عمر عمر هو يدي قبلنت ها ورين قال ما كو دعي نظرت واد الى حاحسي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات صدح جربا سؤال كعل علي سو الى حاحسي كل ذلك سؤال والبره لا يجيبك كوما جواب ايو ما حقي واخا غا دعي نبي انا واد دبتي مركاسو عربيين قال عمر وحيري فحركت بعيري نافكي رتيغان سار وا لا غوريا او غاديد با لا ساريه رتيغا بعيركاي نافكي جيلها بان يعني اسرعت ددجيي حركت هاي تو حركي كو دراقاجي او كو قيل يو اوريداي دينا نبي اول قرب سعودي ثم تقدمت امام الناس ددك هرتو هوره سفريدي يعني هوريدا كا قبسدي بير نبي غنا غدال بو كسو كخين جير كسو سكون جيري وخشيت وحان كبقي بو يري ان ينزل انو دغو ان ينزل انو دغو في القران القران انو سو دغو ايده قرانا واني لغو عنانانايو سؤالي نبي ان ويديين كو علعليي فما نشبت ما بس نغاني وح بدن لم البف ما سي باقي نقنن ان سمعت ان مقلي صريخا من قيلي او يسرخ بي يسو قيلي يا اريغا دواقايو او لعمر او نبي كو ييراي فقلت بركاسان وحان اريب يري لقد خشيت وان كبقاي ان يكون نزل انو دغفيا اني قران 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 انو سو دغ وان كبقاي لغو عنانناي ارينتي كبقاي با شو دحداي فجئت رسول الله نبي كان امامي صلى الله عليه واله وسلم فسلمت عليه مكاسان سلامي فقال نبي وحجر بشار وهيا لقد انزلت وحاله دجي واديغي حديبيه يسلخيدا لقلا اي هبنا نور دايي ee ka xumaa gaalada iyo jawrka iyo hadal xumadooda ka xumaa ee anaga hadaan ugu dhaganaay aayadaha bal quraanka ay dhashay iyo fadhiga iyo guusha ay dhashay fiiri laqad unzila alayya layla hal waxa lagu soo dajiyay suratun surat la hiya habu ilayya an ka jaclaa mimma talaat alayhi shamsu quraaxda waxay u soo dhalato adduunka dhan baan ka jaclaa adduunka rabbi quraaxdu soo baxday thumma qara wuxuu akhriyay inna fatahna laka fathan mubeera markaas umar wuxuu yiri afadhun huwa ya rasul allah ma fathi ba mufarashay nasr yaqul baan helayna haabi nabi sallallahu alayhi wa sallam ah صعدت الى هي خيبر سنه تدوات بوي دمات والو لو بلاوي خيبر باب يا دغالك غول بون يا مصري بالله المسلمين توغيسته دقاله هشي ودين او بكات كات اعرارتي لصوره مرتي يا ما كهدان قبط. حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا غندر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه بن الحجاج قال سمعت قتاده عن انس رضي الله عنه انما فتحنا لك فتحا مبيرا قال الحديبيه فتحك مبينك والحديبيه وحي كذا شيء صلحي يا هشيسكي غالده لا غري وي او ان غالده بل هشيس لا غلو oo mararka qaar hubka iyo dagaalka la yar joojiyo nasir iyo guul buu dhali karaa nasir iyo guul ayuu dhali karaa dacwadii baa chance iyo fursad loo heli waxbarashadii aqoontii baa fursad loo heli xoog iyo hub ororsigii iyo muslimiinta ee quwa ayalato isku dabaridato yaa loo heli kuwa kale oo kuwa ayaga garab u ahaa baa jafi. Hadathana muslim bin ibrahim qala hadathana shu'ab bin hajjaj qala hadathana muawiyah bin qurra an abdullah bin mughaffal radiyallahu anhu qala قرأ النبي نبي عليه السلام وحو اقري يوم فتح مكه ما انت مكه فورتي سوره الفتح بو اخري سي سعودك نبي سي سعوده بي سو دغتي فرجع فيها مكه سو علعليي ترجيع وحا ويه ترديد صوتي في الحلق
ترديد ترديد صوتي في الحلق يعني صوتك او لو علعليو عونها يقونتا ايا ليرا ايده ايو مدودهدي ايو مخو اها وخي احكام التجويد كها او لاخريو عدك لو قرخيو ترديد كاسا وحا ليرا ترجيع با ليرا عدكي بو علعليو النبي عليه السلام وكان احسن الصوت رسولك عليه السلام وخو اها النبي عليه السلام مددك الهي او صوت قرخصن بوها اد قرخصن ما الهي ما دغيستو نبي حسن الصوت قف حسن الصوت قرأ خلنا صو دقيس النبي حسن الصوت أدمج على النبي عليه السلام عتق قرحسن أدمج على سينا وليس منا من لم يتغنى بالقرآن وكديش من القرآن كقرحين أو موسى الأشعري وقرآن هبيك أخرنا أيوة مركو مغري وكديش لقد عديت مزبار من مزامير آل داود نبي داود عتق قرحسن صنابا لوسيجي وكديش لي أشعريين تقطب وحياة إن من عتق قرحسن وما شيء دكان وحنكون قرن بديش عتق هذا هبيك مركز سفر لي يوم يلا inta ashariin taa oo salaatu leey loqo codkooda waan garan buu dhigay rasuulka kaleey salaam rasuulku rasuulaas u yeeli jir farajaa biha fiha qarba wa hayraan tarjiican maqsuud ma aheen wuxuu nabi u qastay ma aheen safar buu hal buu saara neef geel oo socdo oo nabi kaleey salaam la kadleenaayo ayuu quraan akhrinayay qof socdo oo hinjaqin jaqle oo wax akhrinayana codkiisa waxa ka dhalanaya tardiidkaas ka dhalanno inuu noqnoqdo ayaa ka dhalan qaar saasi yiraahdeen laakiin inuu u qastay oo nabiga codkiisa iyo sida uu akhrinayay mudduuda ilaalinteedii in macna uu sidaa yahay bay u agtahay wallahu aalam qala muawiya muawiya wuxuu yiri law shiitu hadii aan doono an ahkiya lakum inaan inii tilmaamo qiraata nabiga nabiga qiradiisi la facaltu waan sameyn karaa siduu nabigu u akhriyay hadaan rabo qaanu inii waa ina maqashin karaa buu yiri marka musalsal weeyaan ki arday ka dambeeyay saas wax sagara yiri baaban fi qawlihi ta'ala ليغفر لك الله ان الله دافع ما تقدم من ذنبك ذنبك هذا وحي هريي وما تاخر وحي دنبيه او يتم نعمته ونعمته عليك او كو تاميله او يهديك او كهنون يسرادا ود مستقيما توصل بشائر فربان بالسكو جاي فتح المبين يدمي داف هرك هري وحي دم لو دافاي نعمه لا دمهستر هدايه يهنون يجدك مستقيمك انت سو نعمه النبي لو بشاري صلى الله عليه واله وسلم قال حدثنا سرقة بن الفضل قال اخبرنا ابن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا زياد بن عراقه أنه سمع وحوم مغلي المغيرة مغيرة بن الشعبة رضي الله عنه أو يقول له قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي استاغ صلاة الليل أي نبي استاغ أو استاغ حتى تورمت إلهي كبر برتي قدمه قمديسة هبين قول ريس ما وحاويان قيام الليل كعاده وهيد نبي عليه السلام أو دابي يبقن وهيد إلهي لويس أي بربرين يقمده دغفوكم مدبدا تاغيها ديكرور باقو نعاي ديكرور باقو نعاي markaas ay deena lugii hoos markii dhiga ay fadhiistaan kadib waxa ay maanaya tashaqquq ayaa bilaaban in lugu ay jeexjeexmaan ma ka dhalan karta wadaalika salafka qaar kood salaatul leelki qiraada markay habeenki in badan ay salaatul leel u tagnaadaan aakhirku leelki intay yar saaxan bay lugaha darbiga u saaran jireen lugaha sidan darbiga u saaran jireen si dhigi uu laabto faqira law waxa lagu yiri qafarallahu laka aisha ku tiri ilaahay waa ku dhaafay ma taqaddam min dambika dambigaada wixii hormaray wa ma taakhar wixii dimaray maxaa sidaan isku dhibi dambigaada kii hore ku aadan sameeyin xataa waa lagu sii dhaafay qaala nabi wuxuu yidhi afala akuunu miyaanan ahaanayni haddii manqabada iyo fadliga iyo qiimaha la ii yeelay oo galladaas ilaahay ugu yeeshay afala akuunu miyaanan ahaanayni cabdan adoon shakuuran shukrin badan oo gallad garan abaal qof garan miyaanan ahayn haddii nicmo lagugu galo oo abaal lagu galo maxaa lagaa sugay shukri baa lagaa sugay ilaahay shukrigiisuna waa cibaadada iyo daacada iyo khayrka oo qaabisho yaa nicmada ilaahay uu kuu galay shukrigeeda ah icmalu aala daawuuda شكرا حدثنا الحسن بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الله بن يحيى قال اخبرنا حيوه بن شريح عن ابي الاسود محمد بن عبد الرحمن النوفري ابو الاسود يتيم عروه لها لقب كيس يتيم عروه ابوك عروه ابي الاسود محمد بن عبد الرحمن النوفري عن سمع ومغنى عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها ان النبي الله النبي الهي صلى الله عليه واله وسلم كان يقوم من الليل هبينك بكع جري صلاه الليل حتى تتفطر قدماه الى قمديس اي كبارت دلدلاعان تفطر كا وحا كوري تورم وي برارين كدي ماركاي براران ديغي با كموقناي لوقتي او اني دلدلاعد غودها كدلاعد با موديسا ساسد موديسا فقالت عائشه وحي تري لما تصنع هذا سدا ما اسكو دبي يا رسول الله والحال قد غفر الله لك الله كو دافاي ما تقدم من ذنبك وما تاخر وحي وري وحي دبابا ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام ماركي شفاعه لا غارو wuxuu ku maraa marsa wuxuu sheegay nabiga kaleey salaam sida nabiyaasha kale asagu ma jirto dambigaad hore kii dambi waa la dhaafay ma hormar baa la leeyahay oo noo ergee nabigana waa aqbalayaa sallallahu alayhi wa sallam
قال وحي أفلا أحب ميانا جعلانا إن أنغنا أنا أكون هنا هذا عبدا أدون شكورا شكرين بضان هذا إلهي نعمة إيقالي ودبي إيقالي وريك دم إيقالي وقالت إلهي أبال إلهي إيقالي أنغنا شكري بأن الله إيمان إنان أبال دعم الرب ونلئيم نغضو فلما كثر اللحم نبقى مركو هلبكي سبطي يعني مركو دع نغضو يقفك مركو سيوين أنا نبقى هلبكي ولا اسمكو كينايا صلى جالسا فلقوا كتو كنجر نبقى عليه السلام فإذا أراد مركو دون أن يركع عينه الركوع قام ويستاغي جري فقرأ تضبعتا إلى بقول آيضات بو سوء أخرين جري ثم ركع وسوء الركوع جري إلا جزاز فربضا سورة دعدير بقارة آل عمران نساء يهل ركعت كتو كنجر مركا نبي عليه السلام مركو حولو وفني يكون آخريو أي أو استناد هذا ويسود بقولكو آيضات يكاد ما تجدو استاغو أيو إنت استاغو سوء أخرين جري صلى الله عليه وآله وسلم مكاسو سوء الركوع جري وهذا يدل على نبوة والرسالة صلى الله عليه وآله وسلم نبي عليه الصلاة والسلام انت سو عباده يا ضاعه يا خير يا وناغه او الله ايمان ايو انو ربي كعبسنايو او ربيس مراقبينايو او ربيس كخيران يحي او خيرك يا وناغه ددك اوغو ييرايا اسغه او كهورغل يحي ايي توسيسا بابا ان ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وان كنت الريب الهي الى هنا محمد حالته شاهدا مرقد كتاي او وجينا بك على هؤلاء شهيدا ومضر النبي مرتك يحي ومبشرا اضو بشارنا يا اولياء المؤمنين ونذيرا أقدّق يا فاسقين تي قال هذا عذاب ضرر. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي بقال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الناجشون عن هلال بن أبي هلال عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما. عبد الله بن عمر بن العاص صحابي بن صحابي أسقى أبي عمر عاص بن وائل قصة مرة في سورة طه فرأيت الذي كفر بآياتنا وود ويا ملعون بها لكن واكن لبقي مبضا عبد الله بن عمر أي عبد الله يا عمر بن العاص صحابي الجليل كان صاحب الفتوحات يا عبد الله لو يقان عبادة بديعة ضاعة هذناها كاتب وقراء أو يقانه لقضى موها يهودي قرنايا أيوه رضي الله عنهما أن هذه الآية أيضا التي في القرآن أيضا قرآن كجيرت قرآن كنا كريم كه يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا إسلام أيضا قال في التوراة إلهي التوراة نوع موسى كذا شيء أيو كل شيء يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا أنت واسك كمد وحكوا جرت التوراة وحرزا باتهاي وأقصد الحرزا حالاتهاي مد حسن حسين إلى علينا أيها ودفاع ونار يا حمار يا لبات تورن للأميين أميين تورع أجاو كلا داسن أو بهدلسن أو عن قيمة لهين نبي صلى الله عليه وسلم بقيمة كويشين نار يا حمار إلى وكعبت بادي أنت عبدي أدون كعبته والرسول رسول كعبته سميتك وحنك أمك عبد المتوكل تلا سارت إلهي بتلا سارن جري وكان يرضى بالقليل وحيرى وهيستوك قنا عديس النبي عليه السلام يتوكل كيسة ليس بفضل حق عربك فضل ما هين عرب أذك وهذا الحن وجايف بدن ولا قليل حق قلبك أنا نحر إسلام وقلب أذك ما هين النبي عليه السلام أيضا القرآن كله كان شكته ولو كنت فضلا حق عربك غليظ القلب قلبك أنا غليظ ولا ما لم فضوا من حولك وكيلي ولا سخاب بلا سواق من سوقك قيلية وصدك وقاق لياشا سوقة النواقع اسك قيلية بلامة وحي عاياني وحي وكشيغاني باعي الشرها أن إنبا أن راعين أسلوبك هي آدابة شرعك هيد رحم الله عبدا سهلا إذا باع وإذا اشترى وإذا قضى وإذا اقتضى مركب أحلى كلا قضانا وحسي سهلا بالا ربا ودقن مركب نبي ما هين سخاب بلا سواق كسوقه كدح غيليا ولا يدفع السيئه بالسيئه حمان هذه الوسميان حمان كوب بخيو او حمانته الوسميه حمان كوب بدلو ولكن يعفو اسك عافيه ويصفح واسك سامح حاله حمانته وناد بو كوب بدلا ولا يقبضه الله الهي ما افصنا يوم دمن دونه وبشاره عظيمه حتى يقيم به المله العوجاء من الذي قال عصرين مله ابراهيم الحنيفه وتوسنيد ايا عمرو بن الحي يكوينت اصنام صاروا صدين أي الدين تتوسنيد إبراهيم إسماعيل وكان حري جرهم أي قاتين أي عربتك يي بدلين وي بدلين أصنام بكينين مركز عدين وحجر مويني وحنا بوح أنجرين بين غدين من الله أسعى وجد قال الله عصن إله كتوسيو لمن ما هي بأن يقول وكتوسين توحيد قال وتوسين لا إله إلا الله من إدهام بتوسين تكملة وإله كريج عبدان أصنام طلع حاقه إلا شريكا هو الله كذي أي لمش لك صاره لا إله إلا الله هو كذا فيفتح بها عيونا إن ضوء فرو عميا إبر أو حلا أركينين إنه حلا أركينين وحق أن أركينين أي فرمايا وحق ما أوفتيني أعيونا باليري وحيدا ما جمع قلة إنت مركا إنها الله فوري أي مؤمنين تأي داعيقة على أجيبي ويريهن مركا الله فوري قال هذا ديدي ويريهن وآذانا نقول إلى فرصم من
أنا حلم مقرين وقروبا قروب إلى إفرا يا غلفا قل قفل صارني هاي وحقا حقا مارت جلين أنت أصلا ما افتين يا نور يا إمام باجري مركع كذب والنبي قد منا يا صلى الله عليه وآله وسلم جزيرة العرب حجاز ونبي حجاز سواء شيء جزيرة العرب أنت بدن باب في قوله تعالى هو الذي أنزل السكينة إلهي والله سودة شيء السكينة الدجنان يحسلون الرحمة في قلوب المؤمنين مؤمنين تقلوب تولوا إلهي السكينة يحسلون الدجيي قلبي وضع قرآن كاسي سودة قاية وحسلوني وطمانين يدجنان بالوهلة وقلبي أكو حسلة ورحمة بالوهلة حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن جده ويمرك أوس أبو إسحاق السبيعي عمر بن عبد الله الهمداني عن البراء البراء ابن عازب رضي الله عنه ما قال وحجري بينما الرجل من أصحاب النبي حل النساء حابنا النبي كمذا يقرأ وآخرنا يا قرآن سورة الكهف وآخرنا يا صحابي أنا أسيد بن حضير باليري أبو يحيى وفرس الله وفرس أولي هنا مربوط في الدار دارت وكحلية هي يحرض قريقة اكتسا فرس أولي هنا كحلية كهرارية يقرآن آخرنا يا صحابي فجعله وحبو ذاك لينفروا فرسكي فرسكي إنو عرري فرسكي حنا أمباء عرري يا سيدة صوى الله صوى الله صوى الله فخرج الرجل لنكي ما صبحه الفرس كان معاه يسته فنظر حقا فيري وحقا فيري فلم يرى شيئا وحب ماركين وجعل ينفر فرس كان وعرر اياه فلما أصبح مرك واقب بري ذلك ذكر ذلك للنبي نبي قوة الشيخ عليه السلام وحجر الفرس كان ومرك القرآن كان بالعبا وأرد اياه فقال نبي تلك السكينة وحسلوني ذي ملائكته تنزلت سودكت بالقرآن القرآن ملائكة القرآن سودكت حسلوني إيا بركة الرحمن ويوضاها مرك أذيك وسودكت فرس كسي وحيوان كاسي اسكع عرارة يوساق ويحبك عرارة رواية كان وحي عدى الشيء واحد ضرورة أن نودوه واحد فإن وسيها هو أوين مطر مكس كالي رهضوه كان قده هذا يكون جرته أيوها بعض الروايات ما أساق المركو كور فيريي أو أركي أيضو سودة وانيسو إلاهو مركي دمويل كيسو يارو مشجي وكبقي فرس كان إنو كو يستاهو نبي قو حجر هداد سيوة دي لهد وآخرين لهد ويسودة دي لهد بي رسولك صلى الله عليه وآله وسلم بدك صحابة يا النبي صلى الله عليه وسلم معجزوين كفرها بدل النبي قال لسيه أيقونا كرامات بالسي أيقونا كرامات بليين أو وحبا أركايان أو وحبا مقلايان أو وحبا لطسي وأولياء أيقونا قيمة بدل أنبياء بكعيان باب في قوله تعالى إذ يبايعونك لقد رضي الله عن المؤمنين مؤمنين تبوا إلهي كرها للنقضي إلهي بكرها للنقضي قفوا إلهي كرها للنقضنا مرضى معرون ماي سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى يرضى عنا اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك. طيب لقد رضي الله عن المؤمنين مؤمنين تا إلهي بكرر للنقضي إذ يبايعونك تحت شجرة شجرة ذي وقيل يقان أو شجرة السمر قيل قرعبوها وقيل السدر قب قيل قبوها حديبيوي ماشو نبي كله شيء كوني أفر بقول أما كوني صدم إلى كل شيء بقول بلا جزاء أقبضنان أي سهايان سحاب النبي عليه السلام هل كاسين فديان كفار قريش أو كمنانا يكور فديان إن المان تلك العرر سنسان دقال على ذات باب الله بطي عثمان با ميرها سلقوب وصحباري با صوية دي إن المان تلك العرر لما الشؤون أنك حقنا ما شاك عرر لهذا بل أنت أصال لك قري مقاسو إلهي سبحانه وتعالى رضيه سكزود جي. طيب حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن ظريف البغلاني قال حدثنا سفيان الثوري مياد سفيان قتيبة أساس المجري طيب عن عمر بن دينار عن جابر قال كنا يوم الحديبية وحمانتي حديبيهن 1400 كن يأفر بقل كن يأفر بقل أيانا هين ورك كن يأفر بقل مرك قال كن يشبق الله كيسا كن يصدح بقل مر كسر قال ودر يا مر لجزية لجا يرئي وحبا يشيك قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا شبابة بن صوار شبابها سي وحيك من جاهدتك مشهور باسمه مقعيسون مهم البالير هذا مبهم يا مبهم مهم الباكلاء مهم الكو حويان من كان من جاب اسمه المجرد مقعي زكريا كيمت ايالي شبابة بن الصوار قال حدثنا شعبة بن الحجاج قتادة بن دعامة كو مشهور يوم قال قاربه وحي نقدين مشهور سنه ناس كنا قانا كبدان انا اسكو براني سوما يا شعبة بن الحجاج يا يمكن قاركين اين يسقون بلا يا لكن شعبة قانا سوما وكا علمي فدريسا يقيميسا قتادنا وين ايو ابن دعامة ويوها سدوس بوها زبا وكوكا الكاسا قرسيني رضي الله عنهم جميعا وينقول إيه إنام برانا وندو عينيه وكا سلسلة داس حديث كيسك قرما حديث كيسك قرما يهي رقبا كسوكايا رقبا كسوكايا يا عبال يد نقوله قال وحول السبع بكاس ولذلك وحال الدين تي كميديهم بالي إن الاسناد محالي الاسناد من الدين دين تو كميديه لأنه علمي نهار كيسو من الله كيمد إلى رسول الله إلى كسو الدقي
رجاس عن روح مباري ونسوي جارسيي. قال سمعت عقبة بن السهبان، عقبة بن السهبان بان مقليبي. سمعت أيوك يري عقبة بن السهبان عن عبد الله بن مخفل المزني ساق والرمايو عن أيوك وريي ممن شهد الشجرة. بعض الروايات القرآن إني أناجو ممن شهد الشجرة سامين قريسة يا إني قشطة ماشاء أنا جو كلا إني أناجو ممن بان كميدا رجي شهد الشجرة جد كغيب جري جدي أنا جو بيعاد الله جري جد وين بوها أنا جو هوس حبي هوس فلسطين أو كله الشيء إن دين تا الدفاع عيان قال أنا جا حرين ما أنت مركا شجرة لا يلا أنا مركا دم صحابي سنة كده دم يسكت أجاب أكو فلسطين لاركي أي عمر وكبقي عمر بن الخطاب وكبقي رضي الله عنه أما وقتي يسوع يعطوا سعيد عوري شري سعيد مسيء أبيس عوري شري سنة كده حجاي بوا أركي وأنقرم ويني لكن عمر رضي الله عنه جد لاك في فريق أركي سلكوا كشري سلكوا كشري إن جد هذا ولا عبده أو حلا موضوع الله ما عين صدق ثنا لقى بقايا إلهي بالله بري هو ماشى نسكينا يا خير بسود شيء الجد كحمة وط فليعبدوا رب هذا البيت بالربا إن عبادته وعسكره وحو البؤو هذه لقوا دون صدي إن أتكت أم أصلا يسوع أدم عبادته وحكو سعته حق الله حق الله سعته حق على ربا إن جيت كأن لأ هذا مرة بو طيب مما شهد شجر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخدف بالرابي هذا حديث كان مناسبة باب كلام لها لكن أكاني أن إني مما شهد شجر أنت هوي سعيد نكلي عبد الله من المغفل باب وكمدها لك شجرة الرضوان كقيب قريب وكمدها نبي وحو نهي عن الخدف ومسلك عليه فنينكو الرابي إنا الوحا يروا لقا أطفكو طورتو فنينكا قعانت الوقا مرا أما قولي أما بمبير الوجي دايو أرينتا من هي عنه محرم أو منكروي محايا لنبي حميد عليه السلام إن أغاد كما وارن كرتت فنين عدو نسكا كما رأيو كرتو عدو دقالما الله دقالما يسا فنين كلما دقالما كرتت إيه مضرهم بولا ياهي إيشو سوري دي إيه لقو جبيني أكسا دارتها ممنوع ولا جوجي وعن عقبة بن السهبان قال وحول سمعت عبد الله بن المغفل روايه طبعا عقبة بن سهبان وحن بخاري وكاني نك اللي يرى السهبان انه عبد الله بن المغفل توس او مقري ماشي روايه هوري وكير عن عبد الله انه سمع انا كغا قالي سمع كغا قالي سمعت عبد الله بن المغفل المزري في البول كاذي في المغتسل وكاذيو ماشي وقبيسنا يلو كاذيو ايان مقري اسغوله ياخذ منه وسواس روايه كلا قدرت ياخذ منه وسواس وسواس ما لا قاطا وسواس ما كيماده فإن عامة الوسواس منه الرواية كلا إن ما يشهد كوكا بيسنة يشهد كوكا هذه ذو وسواسا هل كاس وسواسا كبلا ذا وهو روحي كان ذا مكسوه قاني كاتب دان عذر بوبا اسكوب بدري عذر وسواس لي هذا أياك وقري مركا مركا وراء ما يشهد كوكا بيسنة يشهد كوكا هذه أكوكا هذه هذا يهد مسؤول أي تهي أو قد لا يذهي أو قد كل هل كاي هاي وكا هذا كوب صن ما يشهد كوكا بيسنة أي قار تهي أبدا ما لها حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن خالد الحذاء ابن مهران عن ابي قلابه الجرم عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه وكان من اصحاب الشجره انت سوكيني ثابت وكمدها شجره الرضوان رجع النبي عليه السلام بيعلى لقلي قال حدثنا احمد بن اسحاق السلمي قال حدثنا يعلى قال حدثنا عبد العزيز بن سياهي عن حبيب ابن ثابت قال اتيت ابا وائل باروي مع الشقيق بن السلم اساله انا سؤال ويديه سؤال ويديه ما شانكم الشيخين روايه كلا عديسه وحي سؤال خوارج تويديني أبو وائلو من كان خوارج تا حروريين تا حرورات ماشا ليسوا روسا علي مرة لدق على مرحلي صابت بحجري بل من كان ناقو ورن فقال وحوي إلى أبو وائل كنا بالسفين سفين ماشا ليلا هذا وموقع مكان وي ماشا سان جوغني دقال وين ما كان عاية ومعاوية علي الأحمري فقال الرجل نبا وحوي ألم ترى إلى الذين يدعون إلى كتاب الله كو كتاب كإله اللي هو يرايه بل في مياه عركين آيات بمركة معنى هذه يكاه الله ابن الكواء نين ابن الكواء اللي يراهدو لما معنى إذا هو ماشر معنى كوبات نين خوارج تكمضوا ابن الكواء اللي يراهدو يا وحود دبت تاغنية هاي هشيس كاي قاتين علي معاوية إنا يتحاكم سميستان وكتاب كلا يكون حكم تمام والله هوها ضد مصلحية حقي حقا حقنا أبو موسى الأشعري حقنا عمر بن العاص لصابحية ولا هذا الهوش الوحلية تيا يذهب بخوارج أو دمن على يراء هاي أو لقوم عابي ترى قراء أو على عيدا كيسة كجرا أو تدين كي أخلاقيات كظاهر كا إسكف في عنا أي غرور أنتو كنا عايب يفهم خلدا أنت قاتم بفلا جوبنا علي بكوز جسدين ودهن إن الحكم إلا لله أسألنا وكيل كلمة حق يراد بها البعض واجرت آيات لكن كلمة حق البعض الأولى جدا وي خوارج باتين هل كاسال سكوب جفي مركا
كبا دواقه ابن كول ايذ الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم قف الى كو كتاب نصيب كتابك على السيو كتابك الى لو يرايو او ان لو حكمه دينا كجيسنايا عرب كو ودا كتابك الى انت كل احدب وتحاكم يا رك رك راي ود يا حكمتك قد مو اقبلي انغو حق تاغان او نمنك لا دغالمين ايدو هيسنا مرغا وركاس كو دواقي تاس وا تفسيري ودوي فقال علي وحي نعم انا ونقول له هي كتابك الهي يدعون الى كتاب الله هذا ترى هذا كتاب الله وقال له معركه لما جاء كو جرايو مركي معاويه يا علي اي مده استغالايين دغال قلودي عيدان نمانكي ريشام اي معاويه ومتلاي وحي كو دواده ان لا جبيو او ره عراق وعلي ومتوتو اي جبيان اي كو دواادين مركاس اي فكيرين او عمر بن عاص ان داهيه وعقل بدنها يا وحو يري معاويه فكرته كيري بريبك اس كو هريمانو كتابك قراك ان كور قادو ونانا كنا قولا بحينا كنا قولا بحينا آياتها نوية آخرين ألم تري الذين أوتوا نصيبا للكتاب يدعون إلى كتاب الله مركا كما قلوا تغيين بو علي وحجر النعم أنا وانا وقال على كتابك الله محايا الحق إنه كنت تغيين بسوق يا علي رضي الله عنه وهذه اللي القرآن يدين ده روك لبحه إنه كل اللي قرته هيلي وأقيا هاي أنا وواي هاي بير وانا أقبل عليها ساسو علي يري رضي الله عنه علي مركو ساير ما حكدا شيء خوارج أو ضررتي أو تري إن الحكم إلا لله يا كدا شيء فقال سهل بن حنيف سهل بن حنيفة وحويري مركي خوارج أي دهن إن الحكم إلا لله ويعالي على عيين أو أي قال لكم حكمين أي وحويري لنياراتهين فضلت اتهموا أنفسكم نفتي نتوميست ساد وحفها انتين وخلد من كرتان ظاهر كان علي وصوه ما مولي أوقاتي مصلحة وين بالو حق يجرها حق الدماء ليك بالو قلو كالباتشنا يا مسلمين تي مسلمين تتفرق خلافك قريبا لو جمعنا لو مدينا يا تحاكم قريبا انت صعيات باب الله يا با. يا إنيك واحد يلسان إسلقوا من تدايا إسلقوا من تهين اتهموا أنفسكم نفتين توميزنا إن الخلدان تهين حتى ما يشعر صواق شضع فلقد رأيتنا وحانس أرغنا يوم الحذيبية وين صامرت تتنوكر ما أنت الحذيبية إنت الله كان حديث يعني الصلح بأن قرنا يا هشيسكي الذي كان أها بين النبي النبي وبين المشركين نحمري نبي عليه الصلاة والسلام إيا مشركين تصلحي نحمري يعني قرن وهل كانوا دافي واي وإن بدنا أن نكمل أي كوات كاتو كمر جذي بروده يا قضبضة أي قالا صوب النجا يان إن بقى نوكا أقبلاي ولو نرى هذا نركي له قتالا دجال ما أنت هدين نوسي دين على قاتلنا وان دجال منين ودجال بام ديار وهنا هنا كبي منه وحن أي قالا وشجيس فجاء عمر بايميت ورجي مارة تسحج وياها فقال نبي توجي من عقية ألسنا على الحق نبي الله سحقه بالتجنب قف كسوا إسلامه نسوا علي الأولياء هاي ما كان وطن أنت النجيل تام عمر يسان كرامضة وافك ركعبة للاية هاي محوها أنت صو بروده خلدن أي لمن كان كمر صناعي ألسنا على الحق سو حق كم تاجنين وهم قالوا على الباطل الباطل سو كم تاجن وقال ما أليس قتلانا حتى نستقال أن كونا نقل الله يو سفل الجنة سو جنة كم جيران وقتلهم كوا يقال قال الله في النار النار سو مجل أيام هل كسو كذا علي رضي الله عمر رضي الله عنه بركة أنت الجنة يا نار لقاها لين مقصودكم معها إلا دقال ما الله ندينتو قصدكم ما بعها قصدكم حويان إلا حقيقي يدين سيكور مرلين haddii wada kale la heli karo diinta ay ku hormarto oo dacwo lagu baafiyo oo sharciiga maarato uu ku kor noqdo dagaalku siisa maqsuud lidaati ma wasiiluha wasiiluhaayo ku qabsaday oo aad si kale aad ku maareen weydi marka Cali Umar wuxuu taagan yahay hadaan dagaalano oo anaga aan dhimaano sojana ma gareen ayagana soo naar ma galaayaan qaala nabi bala way jirtaa waa sax فقال وحي رفا فيما أعدي الدنية ما حندل لك يا حق الرانت يقول لماذا أن في ديننا دينتا أنا أقصه جيدنا ونمانك وحانا ضن أن نعمت وهينا ونرجع أن نقرأنا ولما يحكم الله بيننا أسوه إلهنا كلا حكم إن مانكا متك أمارة قوشة لك العركين سين مدينة والله بنا نفر بقوله كيرا مهتر سوقويني هل كانوا تاقى يا عمر رضي الله عنه وارضاه أرنت أزمرك ظاهر كمرك اللي فيريو عمر من قال كتاجا وعذو إمارة كذي دينا يعني بعتذر كوه هي المسلمين تا أيوة جاي لكن نبي حاجة وفيرنا يا صلى الله عليه وآله وسلم مصر هذا وفير يمفسد هذا وين ودفاع أيوة أمام موقته اللي يراتي هنا فضات كداية بقول لك مكسان وحيو كلام مش لصوف رزقتين ذكره أو خوارج بابا نقطتين قال وحير بلا قال ففي من برك قال فقال وحير من الخطاب نبي عليه السلام كوك كذا جاي يستكذب وحير عمر من الخطاب هذا الله لازم مقالك وذكر واضح لكن واحد قالته إن الرسول الله إن الرسول الله أو لن يضيع عن الله أبدا إله مرة يضيعين رسول الله بانه أمر الله في الصعداء أرنت أن ما ملاينا سيقاله وطمنه قنيس وحير ربك الله يسوع الله عليه قعدت أنه كجر الردوه قاله ما كان شيء أبو بصير وكيف كذي أبو جمد الكتب إما هذي وكي حرم لن أي سمايستين قاله بأي جدك ويستاقين مركي الدنباء عبادين ودهين لمن كان وقيا رقوا إما هذان النسو علينا قول بيبك قارين بقى
مركا ولن يضيع عن الله أبدا. فرجع متغيضا عمر ولما قنعن واجد متغيضا سوى عريسا فلم يصبركم ما صبرين أرنت أيده كبدين حتى جاء أبا بكر بوجمد فقال وكير يا أبا بكر ألسنا على الحق سو حقكم التاجنين وهم قالضون على الباطل باطلكم التاجنة. قال يا ابن الخطاب ويا إن الخطاب عمر إن الرسول الله إنه رسول الله نين كان أساء الله الله يسوى طوى الرسول كلا يسرع صلى وحي بكس عضاء وحد أبين بأغي هاي ولن يضيعه الله أبدا إلهي لما ضع يعايو إيه آهر تكون دقنو قلاشي زون تاقنو ماشو مركو له مر هذا واحدة من مره كما ذكرت هذه خيارك هذه عقلي قال ماشا كبحي أمور كلا السماوية آيات الله أنا واحد كهل ليس عقلي فنزل ذو حسودك سورة الفتح وك عمر رضي الله عنه رضي الله عنه وحسد شيبة لي المصلحة هذه لقاطي يقول وين إن لها لي المسلمين تقول يستين سنسانك يدينا إمرك دم أي كانت إن مكلا فرطو سيد قبو ودقع الله عنه نقعانت الله قدقو ما أنت والسكو قاق قوم بحي لها لكن لبس أنا كدم هذا شيء إن مكا قعانت الله قدقو أو أيضا دقال بكدع ينادور قف أنت لقيت دي إسديبين تنا كدرات سورة الحجرات سورة دانا يا لو يقصاب سيني حجرات لجرا هذا. وقال مجاهد باو حير في قوله تعالى ايضا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يا ايها الذين لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ايضا وكهذا يا اكا هورمارين هذا لا تفتاتوا بكفسري لا تفتاتوا حق عن دافنا افتياتك وحال يراها فوت تجيتان اكا هورتكت النبي النبي هذا الكي يماشي وكهذا لها يا راي جيدين لها يوحو حكومي لها انا ايغا بوبتو هبوبينا كدبيه لا تفتاتوا افتياتا سمينين يقعن داف على الرسول الله صلى الله عليه وسلم كهر مرنا حتى يقضي الله إلهي وكحكم إلهي على لسان عرب كيسا عرب كيسا الله صلى الله عليه وسلم يا حقا أسيقا الشيء إذن كسوكا ربوبنا امتحانا لفت قاسوا بركة فسيرها امتحانا أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى كوا يقعه صبر عيا نبي هذا الكفاصة قدق عيا وكوا قلوبته ذا إلهي وانتو امتحانا إخلاص وقريبه أخلص إيمان يتقو إلهي قلبه وضع كبر احتري ولا تنابزوا ولا تنابزوا بالألقاب إلا يحن إيانا نيسحن نيسحن نيسكو نيسكو دواقير ويسكو ييرنا وحي هندرتي وكلا يدعى بالكفر قالبين لو يرى بعد الإسلام قف مسلمة إن قال يولو يرى يا كافري يا منافقي يا فاسق إن قف مسلمة الله دهو يا وحي كميت أتنابز بالألقاب نيسحن وقفك الله يرى ونقبنين أي كميدات بقول رضي مدينة قال عليه الصلاة والسلام أي دكي لفر يبو حمغري نين أي مقع وشيغيان magacaas ay ku sheegayaan waa magac lagu xanto ee magac uu ogol yahay ma nabiga muuga alayhi salaam magac soo magac isaga ay lagu xamaray ugu yeeri rasuulka oo hebelo ugu dhii baa la dhii rasuulka kada waan ku xamanaaye inuu maqla ma ogale magac sa ayda soo dagtay wala tanaabazo bil alqab laqab xun ya naanays xun iyo wax maratay keenii karab hata aqeedada qofka in la dhaawaco kufri iyo gaalimi iyo iska ilaaliya ha ugu yeerina yelidkum lafdiga yelidkum ayuu fasiraya wa in tudii allah wa rasuul la yelidkum من أعمالكم شيئا هذا إلهي الرسول كأدى إعضان إلهي إنك من نسقى منا يا عماشي إنه وحبا إنك نسقى بما هي ينقصكم إنك من نسقى منا يريدكم كوفا سري ألتنا وما ألتنا هم يأيدك في سورة تدور ويتعيض ألتنا لفظي قاس ألتنا ذنا معنا ننقصنا ألتنا في سورة تدور ويتعيض بركو حقوق الإسدرات نقصنا بكوفا سري وفي سورة تدور بعض في قوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم صوت كي نكره وقادنا فوق صوت النبي نبي عليه السلام صوت كي سككر ما النبي هو فرد يوجه كره وقيلينا ورواقنا رسول النبي عليه إلهي سبحانه وتعالى له وإذن آيات سورة سيادة وحي سورة حجرات آدابت قفك مسلم كه سيد أولاد أقم لها النبي سيد أولاد أقم لها مسلمين تنحضر سورة أقم لها يين أي آيات وقع هذا الشيء. طيب لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي نبي صوت كيسي ميلو نبي جوغا أو هذا لا يكره وقعدنا صلى الله عليه وسلم أيضا وحال قول رديا سوفيا ده سوفيا ده وحي طبعا مركة قار ذكر سلام يوحل قاد بعد جتة أو أبي هذا قار مركة لا صام مرايو إنتي اللي استعجو أيه وحي ولا تاني على قادي نبي صح حاضر بقى اللي حضرة النبوية نبي صح حاضر يا صلى الله عليه وسلم مركة يا مركة سبلان يا قيلو مركة النبي صح حاضر هنا مستقبل الربيع لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي حاجة وقيل يسام الآية. طيب تشعرون أن تعبد أعمالك وأن لا تشعرون ذي ويانه عمل كينية بري كربا هذا النبي قال لك كرم ريسان صلى الله عليه وسلم أعماشي نبا بوري كرتا إذن كون أغين تشعرون وحقوفة زي تعلمون إذن كون أغين ومنه إن لفظ قاسي شعر كأ بعنى العلم وياي يا أشاعر ومنه شاعر وما داسي يا وحا إسكي مديه تشعرون إيو من الشعر بالاكيني وهو المعرفة والفطنة
شاعرك وشاعر على أمك عربي لفدنيته يعني لبتي سي عقلي يسي ما شو كهذا دوارة نيجا شاعرك قبل ياقة ما شو كهذا لي يا هذا الله يسكو كاني يسدو وحسكو وصر تاري وادقرنا يسا حكمة لك أقول قوله يسا هدينا نهين وحيالها قارو يسميان أو إن إمارتي يقولون ما لا يفعلون وحينا نهين بيسمينا يعني إنك سوى شاعره قبل يا ينتبه ذن ذكر شعر هذا ما قلوا فرزته مقدمة هرورنا وحن جريم بكم باللابي إنه سايها وسايها 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 على الأركن مركا عقل بذنيا هاي حدثنا يسرة يسرة بن صفوان بن جميل اللخمي قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كاد الخيراني لبدي خير كبدنا شيخان لبدي شيخ خير كبدنات وحي كسكتين أيهري كاين هلك زمان أبو بكر وعمر شيخان مالدها أبو بكر يا عمر رضي الله عنهما إن هلك زمان بكسكتين واسكتين رفعا وحي كروا قادين أصواتهما صوت كوذي عند النبي النبي أكتيس عليه السلام حين قدم عليه مركو أصواق قال النبي قال ركب من بني من تميم من ركب بني تميم نمر ريب بني تميم عرب عربة أي النبي قال أجي مدو وفود مركز إمامين وضياشا ضد كان إسلا سعودة أنا مدحو سمعين لي فأشار أحدهم متكوض بقى وحو إشارة بالأقرع بن حابس أنا وحيلتها أقرع بن حابس نبي الله دقها الله قال لمن كان ريب بني تميم أخي بني مجاشعها وأشار الآخر بالرجل الآخر إن كانوا شاقي قال النافع لا أحفظ اسمه مو عزمه ما حفظين أيوه مدبو شاقي ما يعني هبل بقى إلتهاي فقال أبو بكر بقى لعمر وحكويري ما أردت مدوني إذن وحكى لعمر إلا خلافي خلاف كيف مدونيس هذا الكلام هذا الدور صار إيسا أنا دي جدا قال ما أردت خلافك ورما خلافك هذا مدون أيه أنا رأيي يا هرتي فارتفع على أصواته وما صوت كوذي وكروا كعي في ذلك الركس نبقى نواب مقلها وأكفر يا صلى الله عليه وسلم فأنزل الله إليه عزودة يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي نبقى صوت كيزي وهذا الكيزي ما يجب فردي صوت ككور مريننا إذا بسدع قال ابن الزبير بقى وحجري عبد الله بن الزبير فما كان عمر من هنجرين عمر بن الخطاب يسمع رسول الله نبقى مونا مقشين جرين صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية آية ما كيسودك تكذب أرأي النبي ما مقشين جن حتى يستفهمه إلى نبي وكفهم طلبه ورمحاتي وبكره إلى قاد إلى غيره ما كنا نبي الله هذا أصبوا هذلي إلى نبي يقول إذا كون ما قال بكره قاد حتى يستفهمه يضرب منه أن يفهمه إلى فانس من مقشي ولم يذكر مشايخ ابن الزبير ذلك هذا الكوكش ابن عمر بن الخطاب عن أبي أبيه كمشايخ يعني وعلج أبا بكر أو بكر كمشايخ أو بكر الصقع عمر بن الجهوري بن أنجل رضي الله عنه صوت كيسة ولا يقاني رضي الله عنه وارضاه أبو بكر مون الشيخ من حسن بن جنة ما كنا بقوا إمارة مون الشيخ أبيه اسمه لغوة الماما ده عبد الله بن الزبير عبد الله ابن الزبير يا دلي هو يدي سياه هيد أصلا ما يتابع بكر صامه هيد مركا جدك يأوه أبوه ولا أمك عبا ومذهب أبو بكر رضي الله عنه منزلة الجد ينزل منزلة الأب وليت قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أزهر بن سعد قال أخبرنا ابن عون قال وحويري ابن عون هي ابن عوانة هي أبو عوانة هي أجرة ابن عون مقعيس يا عبد الله ابن عون عبد الله ابن عون ابن أرضبان قال أنباني موسى بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي افتقد ثابت بن قيس من صحابه وقال يا أبوها ثابت بن قيس بن الشماس خطيب الأنصار بلديت من افتهنا وفصيح حبضا ومركي وفودا النبي قوي مادان والنبي حروس ودوين مقدمه وسمية وحي فافاهنا زي لو دينج قران مسلمة الكذاب يكون معاندين تا الدوت يؤباهن إن مارت يسير رغم يلا لحظ له أسقو ليتري وكاس وهذا ثابت بن قيس بن ليتري انتو لحظ له مسلمة الكذاب مركو لحظ له ويروحت رادين يسي اتكهد له يسميش ميال له هذا إيه دي بيس حقوقك يا أمرك مرك هذا ما تكذب وأنك راعي بيري مرك هذا هو حقوقي أشر هذا هو إدساتك مصيين وهو وحي إلهي الله أعلم حيث يجعل الرسالة ودين واي وعند هذا لا صلح وحكو جواب دونا ثابت بن قيس من مرك وحوها نبي وتاجر خطبه وهذا له تي مرك آيات سودك تي لا ترفع أصواتك فوق صوت النبي أولا يري عمل كين إنه برا بدعي كرتاء يقول أجين صوتك كله قاعد إنسان تيبو مرك آت وقنا حي مركا نينكي ثابتها مع المال لواي مرك افتقد ثابت بن قيس النبي قواي فقال الرجل يا رسول النبي قال او ثابت وثابت مع المال ما اركين واسع هدو ويديي نينبا وحير يا رسول الله انا اعلم لك انا كوسو اوغان علمه ونينكا علمي جيسا ماشو كدن بي حال كيسا انا كوسو اوغان فاتاه ويمت نينكي قرقي سيبو تغي وصاحي لي مكاسو دين او يمت فوجده جالسا اصغو فرديا في بيت يقول نح فرديا منكسا رأسا مضحنا فروريي سو مضح فروريي
او هو اسك مقدير سن اي ييمد فقال له وكيل ما شانك وشانك هذا معيه ما كو دعه حقي لغا اسيبي وكلا امسنت هي فقال وحير شر امتحان دبا هيسا شر بلايا دعبي اواسه كان يرفع منك الله ليس انيغا وكر قال جلس وتوسدكيس فوق صوت النبي نبي صوت كيس وككر للين جري صوتك وكخطبين جري فقد حبط عمله عمل كيس باب بوري وهو من أهل النار ده أهل النار كميدة عمل كيس قفك بورنا أهل النار وين ها مرك أهل النار بان هاي عن ملاك تكتك مالا هل كان أسكفر دميو فاتر رجل ننكي باوي من النبي عليه السلام فأخبره وأوشى ننكي هل كان سوفر ليا أرنت أسونا كهل الله أنه قال كذا وكذا وحي وحسوليه فقال موسى موسى وحيري موسى بن أنس كاس ويا أنس أبيك ورنايه وعيري فرجع إليه المرة الآخرة مركل وكسر النقضين نكى بالسعرية وأرد أطلق ليه نكى كلها وحلصوا النقضين ببشارة عظيمة بشارة وين أصوت يصلبت بشارة عظيمة يكسلبت نكى يوم مشى فنيا بحنت لك الحين فقال وحدي إذهب إليه أرد أطلقه فقل له واحد قتل هذا إنك لست من أهل النار أهل النار متت ولكنك عدو من أهل الجنة طيب لي أهل الجنة بشاروين صماء إنك بأشوى أحوها لفيري وكبقى أهل الجنة طيب لي ذاتك مباشرين في الجنة الجنة لو بشاري أيو كميديا ثابت من القيس رضي الله عنه وأرضاه نصيب له باب في قوله تعالى إن الذي مركا خطبة هذا الكرنة أيضا أنبقى إضمي وقلاشة وقلاذيوي وسيد حسان بن ثابت وكان رضي الله عنه قبل يسيد إنجري النبي عليه السلام با كرسي ودي جيره فريسه دي جير مرغا وا ارمه دفاعي با قيب كهيت قول با يا كو تاغان تاي با لي يا عبسنين عبسنين رضي الله عنه وارضاه باب في قوله تعالى ان الذين ينادونك من وراء الحجرات كو كدواقا يا كبولامايا قولك يا غريها النبي غداشو تاغان محمد نو صبحده كو هيا اكثر لا يعقلون انت ربدان وحما غرنايان لا يعقلون وحي كسايانو غرنايان مر نبا نقول يا محمد ان حمدي زين وان ذمي شيء بيقول أنا حمد يا أبالك مهضة إذا يقف كان كو حمد يو أمان يقرحوي نين كان وحكا الشيغانا وعبابايا ها إنا صبح وغضير البادية وإسلوين والنبي عليه الصلاة والسلام قدر كيسي قيميزة منا أنقلني نوي مركا سواء النبي عليه السلام وحيد وحاد شاكتي أحد كأمان تيسونا يقرحتهاي عبان تيسي عمام حمى وحكا شاكي سونا عبتهاي الله وإلهي ها هذه معاته طيب كوا يجا أو إلهي لا يعقل وحمة قرنايان هذا قرنايان ما ينواقين ويسوق لهايين إلى النبي كصبح صلى الله عليه وسلم حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا حجاج بن محمد المسيسي عن ابن جريج عبد الملك قال أخبرني ابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير أخبره وحور من أنه قدم ركب من بني تميم ركب عيدا بسواق السفري ومعنا سعطاه يوفدي من بني تميم تميمة على النبي النبي يقول ماذا عليه الصلاة والسلام فقال أبو بكر با اقتراحي أو عسوجة ذي أمير وحد أمير وقال لك تقربا القعقاع بن المعبد وقال عمر بن حجر بل الأمير الأقرع بن حابس لابد ولا شيء قدر وايضا هذا يصوم الرئيس بيت قنوي عمر بن حجر أقرع بن حابس أبو بكر رمي القعقاع بن المعبد با كم معقول سن وهو قان كي أضينا ماذا عقلها يا لسكوها يا فقال أبو بكر با حجر ما أردت إلى أو إلا ما أردت مدو ريسد شيء آخر إلى خلافي خلاف كيغا ام بعض ما اردت واحد دونيس وحاويون الى خلاف انا خلاف كيغا اما ما اردت ما دونيس الا خلافي انا خلاف كيغا اي انا ام بعض خلاف سنتا ماشان كهدلو ام بعض عكسي كيغا ريبان عمر فقال عمر با وحوي ما اردت خلافك خلافك هذا ما دوني انا رأي كيغا فتما ريا ويدودين وهذا البارس لا نفسي حتى ارتفع هذا صوتهما صوت كذبا كروك عي فنزل في ذلك أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسول إلى لقسوا قال لا ترفعوا أصواتكم إن الذين ينادونك من وراء الحجر أكثر من عقلوا أيضا أكثر من سبب النزول بين هذا يعني لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وقصد أبو بكر يا عمر لكن كوار إن الذين ينادونك من وراء الحجر أكثر من عقلوا لا هي أعربت وي قال سوى تورتي النبي عليه السلام قرقي سوى كنجر أولا واقعي كواسا يا هاين رواية ذا مركز شرط البخاري مقر سيسنا ببري بصوة صاري من طريق مجاهد أيو كصوة صاري مركز وليس على شرط البخاري رحمه الله باب وحكوسة بسيدة ولو أنهم صبروا حتى يصبروا لهايين كوان قيل هيا نوصوا بحكو هيا حتى تخرج إليهم إلى نوصوا بحضو لكان خير اللهم صبر كاسا أخير بدنان لهي إنه صبران يو فعلان لها باب كي أم مسلم كباب يستي حديث مشيقين شرط يسان قال سيسنين رواية كلا جرتا وضبري يا شيخ بغوي ابن ابي عاصم يكتب توضع كوريا روايه موسى بن عقبه عن ابي سلمه
أقرع بن حابس بأشكي مركان النبي عليه السلام إنه أجي ميدو ويريا محمد أخرج إلينا نوصل بحينه يري هل كان صحاف بن حجر كإشاري سورة قاف سورة قاف اللي رأيها لقاها ضايا تفسير المفردات كذا واكر يا معاني المفردات رجع بعيد أيضا سكاضي أيضا متنا بين قال لي وكنا ترابا مركان إبان نعون عرن قرنه ميال السعر ذلك رجع بعيد بينهن رجع وحكا ولان ردوا رجع بعيد أي ردوا مكفصري والسعرين فق بينهن فقت عقلي وكفقت فروج نفسها فروج وزيناها وما الله من فروج سبب إلهي كهذا سبحانه وأن قرحني واحد الدلاعة ويضدلان ما لها سبب ضدلان ما لها من فروج أي فتوق مكفصري فتوق فتوق وشقوق تحتحد ما الفتقية تحتحد ما لها واحدها فروج مفرد كهذا فرج ويان من حبل الوريد لفظك على صدر قوفة سيرة ونحن أقرب إليه من حبل الوريد من آدمك أنا أقرب إليه حبل الوريدك بركة حبل الوريد بقوفة سيرة وريدك إيا حبل يلا برا سكوك القاضي وريداه ورد من آدمك لبا وريد بولي لبا حيدت أو حلقون كان مريقا برعيها كسارا أو وريد ليلة يوليه هاي بركة وريداه اللبني سحي الحيدت في حلقه بونتيسة أي مران والحبل وحبلونا حبل عاتق وي ولقنت لقنت قرب كذا لقنت قرب كذا لقنت حرق كذا لقنت يا قربك وحاول ده حي حرق ومرجئة واسكو حرا مرك مرجئة سجعة إيوه حول مريض كل جبل سيفرين هل كسوة نجده ونهي ولا إله سبحانه وتعالى وقال المجاهد أبو حير بن جبرين ما تنقص لفظ قاس ما تنقص الأرض لفظ قاس فسرها يا مرك يكهد لين ويدهن ذلك رجع بعيد يلا قد علمنا ما تنقص الأرض منهم إسكبا فوحك لأرض ذا وحي نسقامسي كقادة كباب إسي وقرر هنا يقول إليه سبحانه وتعالى ما تنقص الأرض منهم من عظام لفهودي لفهودي أرض ذا يعنطي تبصرة لفظك عاسو كوفة سرية تبصرة وذكرى لكل عبد مريب ووعد يفيرو يوانو الدون كستو مريبة وإلهي أمه سبحانه وتعالى بيؤتهي تبصرة بصيرة أرق محوها بصيرة ذا قلبك يوانا قاضى الشوي بصيرة قف كذي وبصيرة القلب يقول له وأنا ذا وقاضنا يا وقلبي وكنه ليهي فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور وكبد هذا حب الحسيد لفظ صدرك وفسر يا فأنبتنا به جنات وحب الحسيد وحان أصور على إني بيرة إيوه حب الحسيد يعني مرة لقرته محسود لقرته حب الحسيد حب هذا لقرته حب هذا لقرته محاكم هذا الحين ده بكون فسر الحين ده بورك لقى سمايو شعيرتي بالله ميدا قمحي بالله ميدا وعصر نبى حب الحسيد وي وامر الله قوسته ما كحيل قال له قوي لقاره ولا قوسن باسقات لفظها باسقات ونخل باسقات اللي هذا النديدي ويانه جيد تمرات لاعدر باسقات الطوال لاعدر وي أفعينا أيها إليه ميينا النوجيين فعينا في الخلق الأول أفأعيا علينا أفأعيا علينا ميون النوتي أبورك أن أبوري أبورك أن أبوري سماواتك يا رضي يوم ما سلام من لغبك إلهي سبحانه وتعالى وحبيرة تتعب يعني ما تنسوا قاري مالي مركا خلقي يا أبورك هرميان النوتي سعرين تنوين سألنت وقال قرينه حويري وقال قرينه الشيطان أيك فصري شيطانك الوصل لذي الذي قيض له الوصل لذي وقيل الملك ما يهم ملك يبيه قرينك ملك هاي للسعودية وحولي هذا ما لدي عديد لكن أنا أميدك أريقا أن حاذك هو هاي قبجو هو هاي للسعودية ما هي الشيطان كما للسعودية لو يدينا يا سيارة نهاية لبداس لكن بخاري رحمه الله وحكوه قال قرينه الشيطان مجيري الذي قيد له قرن له للحريري وقيل الملك نوالا يري فنقبوا في البلاد هل من محيص كوي هوري لقاها الهلاقي أرضي بإنتي مرين ينقبوا ضربوا بكفصري ضربوا أو السعودين ضرب سعود كالي هذا يضوافك إذا ضربتم في الأرض أي مشيتم مركا ضربوا حكروا المفسري نقبوا إطافوا ويضوافين لكي وتقوى مرين نقبوا حكروا المفسري قريها لسان جيرين أي قذن جيرين أي رحيها قريها لسان جيرين من النقب أو ألقى السمع إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وحيوانه تارمها على قصوى أحد لي إنك لمن قال له قلب قف قلب حاضر عليه أو القصب على مغل كيسنا أو كذا مغل كيسنا وحاضر يا هاي أو شيء سير قب جوج سد حاضر صار بكر رجيس دين تقارشة يوعدك علم جودهامبا قف قرط وينه ماشي قرط صفر منتسبون نهين
oo meel tamaraha uu kuma maqreen laba waa inuu haadir yahay oo joogo wakow laba waa inuu qalbigiisina uu haadir yahay oo uu qalbigu meel kale maamineynin adoo fadhiyo oo dhawaaq iyo mikrofoonka ugu dhici yaa mararka qaar laga yaabaa wax la sheegay in aanan maqleynin meel kale jirta tayib wa huwa shahid oo alqa sam'a liman kana lahu qalbun oo alqa sam'a huwa shahid haadir القى السمع أبو فسرها لا يحدث نفسه بغيره نفتي سأن وحكى لهم قرآن وحكى لهم هذا العرهين أنا وشي كيرين مالك الأنجرين حين أنشأكم وأنشأ خلقكم هذا اللفظ كان رأسا يهي لفظ كان هوري أفعينا بالخلق الأول أميون النوجيي أبورك هوري حين أنشأكم مركو إلهينا أبوري أو أنشأ خلقكم أبوركي نؤوب بالله ميون النوجيي وما يا تسعيني تروس هلنت رقيب عتيد ما يلفظ من قول تويانة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد قفك أفكيزة وحكا بصوا بحرقيزة إلا الرقيب عتيد لما لقوه رقيب عتيد من مراقبين أو يميد عتيد حاضرة رقيب عتيد رشد بكوفة سري رشد يعني الرشد هو المراقبة والنظر يعني فيرين أي أو مراقبين أو فيرين أي أي لقوفة سري وحكا له الرقيب لأنها حافظ رقيب حافظ حفظنا وعلى وحكو هذا النبا عتيد كان حاضر أو قبجوغة أو مغراتيوه أيضا هو لغو فصيري سائق وشهيد لفظي قاس وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد نفو الباب وحايمان قيامها أيضا معيذ إياه من سائق كحينا إياه إياه مثل مغراتيك عاية سائق وشهيد كوا كحينا إياه دمضوا كوا ذا منا مغراتي الملكاء ولا من ملك لا من ملك والرقيب عتيد كيبا مانتا منا قدالك تاقى منا هر منا كو مغراتيك عاية كاتب وشهيد كوا قري يكون مغراتك عي شهيد شاهد من حاضره شاهد ما رتكم مغراتك عي أما شهيد معنى شاهد ومعنى هذا طيب هل كم حاني قرأ لديك الغيبة بالغيبة قلبي ذا صحة قلب ذا صحة أو ألقى السمع لمن كان له قلب أو ألقى السمع هو شهيد مركا مركا شهيد شاهد بالقيم بالقلب شهيد لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد لفظي قاسو تبص عضاي شهيد أي شاهد بالقلب قلبي يسنع شاهد وحاضريه بالقلب وحاضريه ساس اسكو حرنتهي لغوب وما مصنع من لغوب إلى يري أبور كان أبور رسموات يرضون يخلقها نمسوا جارين واحد تعب النصب وكفسر لغوب معنى النصب وتعب واحد تعب نمسوا جارين وقال غيره غير كي وحيري يا أدم بين يحل صوت شيء مجاهدة مجاهد من صامر مجاهد غير كبا وحويري نديد لفظ قال نديد كه لها طلع نديد جيت ميلاد بلاها لا يملها هذا وحيلها ده هاي طلع بيلها ده طلع يجيب حقوف فسر الكفر راب كفر سر كفر هو الكم كم كا ما يش أي تمرت كسب بحضة طلع جا وبحر وكسب وكدي بنا وحاستحم مريه بتحم تمرتي كدي بدينا وحي بق قشر يجيب دلاع عاية بركو دلاع مريه أو مركساء وتحم صباح عاية marka xuleeyay ahay laha waxay leedahay dal cumay leedahay kum iyo meesha u baxa kasoo baxay nadiidun isdu saaran nadiid yaani midhi oo yar yar oo ardura ayaa saa u taxan hadhowna markaas banaanka u soo baxaysa midhi ba mid walba munfasil noqonaya ruub buu noqon marka ruub isku bedeli laakiin marka horeysa ka saa isku taxawo al kufara wa kufara wa kam ka yadalciga ma daama fi akmamihi intu kumka ku dhax jiro أو رد اللاعن ماشي قبكها قبكي كمكها يا أبو حمد كورس وصارت أنتوا رد اللاعن والنديت وزدو سارية كدبنا وحونا قرايا مرة رعبة ومعناه نديت كاسي بيعرف فعيلك مفعول بالوجه دايا منضود ومضلة تحي مضلة تحي لزدو صار ساري بعض بركز على بعض بركة كاري صار لزدو ساري فإذا خرج ما وكصبح من أكمامه كمكي يكجر تأي قدها ما كي يقضي اللاعظه فليس بالنديد ما كما يها ما كي وحين نقول إيسا رعبين نقول إيسا نعم قطف بين نقول في أدبار النجوم أدبار النجوم وأدبار السجود وصبح بحمد ربك قبل ضلوع الشمس وقبل غروبها ومن الليل فسبحوا وأدبار السجود هي لفظي آية كان أدبار النجوم أدبار كاس أيو مركا حتى وحوق البخاري رحمه الله علم القراءات
أيو دلق يري وحكر رأي البخاري رضي الله عنه علميس رضي الله عنه ماله دينا يا مجرته نحو يصرفنا لجل وبلاغنا لجل وحق آية علم قراءات بدم السيون الجريء رضي الله عنه وارضاه. طيب وعوض حكفان وحيدها ثقافة معرفة الشيء من كل شيء ثقافة هي والله ثقافة ده مغش معرفة الشيء من كل شيء شيء والبين أحكى جرنيس وهذه اللي هذا قراءة اللي هذا إنها تاجد وحوم وكلام عبيها حاجة معيها هذه كرة فقامة علم علماء وقراءات وين وحوم كذا بحسن ياي ساس وكله تيبون نبرة ياي وحوليا في أدبار النجوم وأدبار السجود كان عاصم علماء القراءة وعاصم كان عاصم وحوها يفتحوا كي قرنبة أدبار بوليشري أدبار يا إدبار لا بلا سكاه الله يا قلب قراءة أدبار بوليشري يفتحوا فتحين ترى قرن بيجري التي آيات في قاف قاف كجرتها ويكسروا وكسرين ترى إدبار بيجري التي في طور صورة طور كجرت أدبار إدبار ساس الله بذكر أي عاصم أيو سمايا حقوا فقي عاصم أبو عمر يكسائي لا بد حقوا فقي ويكسران ويكسراني يكسران ولا كسريا جميعا وينصباني ولا نسبيا أو أيضنا أيضاً الله وذا نسبيه إدبار لي هذا أيضاً الله كسره إدبار لي هذا أيضاً الله نسبيه نسب هذا فتحه كوالاية لا فتحيه لا بذا بويجرت أيضاً لا بذا أيضاً ويجرت قراءات كلويان أو كوا هذا نسوي شيء يعني نافع ابن كثير حمزي أي خلافه ويكسرين إدبار بوداخرين وقال ابن عباس الحجري يوم الخروج يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ما أنت أي مغلي دوانا الواقع سيدنا يوم مغلي دوانا ما أنت هو يوم الخروج بعد ما قاعد قيامه يوم يخرجون إلى البعث وما أنت بعثك إياه فصارد أصبحايا من القبور إنك صدري ريان من الأجداث قبور إنك صدري باب وحكوس أبسنية في قوله تعالى وتقول هل من مزيد جهنم والعياذ بالله وأهل مستنسة وعليها هل امتلأت مدرك تنتيل الله يا يحيي هل من مزيد زيادة ما الله إياه. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبيه قال وحجري يلقى 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 أو يلقى في النار نار توحى الغطورة يا يلقى في النار نار توحى الغطورة وحى الغطورة وما حيدي وقودها الناس والحجارة ضد إذا بقى حوال وقري ولوقري ولوقري ما كسر ما دركت وتقول ما كسر وحي لله هل من مزيد زيادة ما الله هي حتى يضع قدمه أي على رب العزة سبحانه وتعالى إلهي لا يكدد شيء قدم كيسة قدم كجمد على نها لكن يليق بجلاله وعظمته سبحانه سقو ما قرن فتقول وحي لذا ملك إلهي قدمتي زودة شيء قد بلذا بالطاع بالدال وقد أروال شيئي معناه يظنوا حاوي حسبي وتلتئم جهنم هذه مركب بحسب إلى ديسكوس ودواته أي أنت كجرت بيكوف يكوف في العرسة ويبحسبي ويبحسبي إلهي سبحانه وتعالى بقدمتي صديقه سبحانه وتعالى صفاتك كمتها صفات الله إلهي صفاتك سفعلك إذا تديس قال حدثنا محمد بن موسى القطان قال حدثنا أبو سفيان أبو سفيان الحميري مجعيسون سعيد بن يحيى سعيد بن يحيى بن المهدي قال حدثنا عوف بن أبي جميلة الأعرابي عن محمد بن السيرين عن أبي هريرة رفعه أبو هريرة حديث مرفوع بكني بريقا سقا وأكثر ما كان يوقفه أبو سفيان هذا الكلام حاوته شيخ البخاري ومحمد بن موسى وعليا هي طريق هذا صوب مرفوع معها وعليا أكثر ما كان أنت بدنسه وحوها أكثر ما أنت بدن كان إنه هنجر أبو سفيان الحميري يوقفه موقوف كني يجري أبو سفيان حديث موقوف كني يجري موقوف على أبو هريرة إن بدن موقوف كني يجري أبو سفيان الحميري قاسوي لأنك كهذا الله وأكثر ما كان لهنا محمد بن موسى شيخ البخاري الأقطان ويان مركو أكثر ما كان يوقفه أبو سفيان حديث كان موقوف بقريش مرارك قار رواكر رفعي أكر رفعي يقال لجهنم وركن سواور مرفوعة وآن عقلي إيه بن آدم اجتهاد في شقاق لهين قيامة آخر على شكرا جهنم يقال لجهنم وحال قلنه هل امتلأت مدركتي وبحسنتي وتقول مكازوحي هل من مزيد زيادة ما الله هي فيضع الرب تبارك وتعالى صبرت ملك ويجيه وحواها قدرة لجداي وحس ربنا لجداي فيضع الرب تبارك وتعالى قدمه إلهي ما قدمت زدتنا عليها كركين فتقول وحيلا قط بين هذا إله وحسبي ويوفر هذا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق بن همام السنعاني أخبرنا معمر بن الراشد عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وحيلة حاجة الجنة والنار جنة النار تبع حجيتمي ضاضي
أنا يا شقلي لك وشق وسقرته وحى قلول بوحى هيسو جذه هذا جري. فقالت النار وحيت أنا كافي عن وثرت وحى والله يدورتي بالمتكبرين كوا حق ديتك كوا كبير كبار حق ديدة الضمه إلهي إسكوا نيسية متكبر بالي هذا والمتجبرين كوا أنت كبير رافين تجبر كودر صدي تجبر كوا حويان أنا يسيح ونضدك ولا نقمان وأي معه وحبر برياوي تجبر بلي ما ذين كوا متجبرين تها أي واحد تشبيه. وقالت الجنة الجنة ما وحيتري ما لي يعني وما حد عيا والله يذكرني مجلا يعني وما إلا ضعفاء الناس ضعفاء الناس ضدك كوا ضعفاء وما يجري يو سقطهم ضدك كوا ضع عي أنا عيور الناس ضدك أرق قاضي يسير عيا ضدك أي قانان ضدك أي قيمين لكنه الرفيع الشان عند الله إلى أكتيسة وأقرية لكن ضدك أكتيسة كوا سقط ضدك يا أكتر ضدك أن قيل أويرين هذا الكيس لما قال وحباء لوترين وحباء لقى مقلين كوا نوع عسى لكن إله هذا كل حيران إله هذا كل حيران سبحانه كوا سعنا جنة يا دار جنة إجرايا والدنيا هذا يسقط أكتر ضدك أكتر ضدك عيان آخر يكرك عيان. قال الله تبارك وتعالى إله ما كلا بحيي وعكير الجنة الجنة أنت آذب ورحمة حريص تيذبت أرحم بك وحنقولنا حريصا من أشاء وقفك عن دون عبادة دمائك مذا. وقال للنار نارتنا وعكير فلا نارتنا أينما أنت أذبنا عذاب باتاي أعذب بك وحنك هو عذاب من نشاء وقف أن دور من عبادي دومي كمضى ومتيستي أي أنك عذاب إياه إلى يحمى ما ظلمي ولكل واحدة متكستوا منهما الله رضا كمضى ملوها إن أنبوحي يا بلانا مضى المو أنبوحين دونا فأما النار وحال سيلو بوحي نارتي فلا تمتلو بحسن ما يسو جهنم حتى يضع رجله قدم كيباداي صامرت هذا الرجل بقى ليجري مركب واحد قرن يسمى ماشي إنه هين وحلا يرى هذا مجاز هي معنى الله بالتأويل ماشي إنه نقولن حتى يضع رجله إلهي سبحانه وتعالى رجل يسي وإذا قدم كركبه رمانة يسمى فتقول وحيلا ذهي هنما قط 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 بيلا ذهي ويقفل أنت ويقفل أنت بكريات فهنالك تمتلئ مركب حسن أو يزوى وسكوصة الضمي بعضها بركة إلى بعض بركة كان أدو مايا بركة بركة كان أدو مي ولا يظلم الله عز وجل ياه ما ظلمنا من خلقه خلقه يسا أحد قفنا ظلمين مايا وجهنم ويبو حسن ويلي خلقه انتي الله أبوره وكهد الله أبوره هل قد بحي لديه مايا قفا محبوبة قلب سنين وما الجنة جنة سه فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا خلق بو أبوري مركي دتك متيستي أي قلان وكي يقول مارت عمل يرى حتى أوجره جنة أوجره توحيد كأونه يستي أي جنة أي بحسب وعي هذه بحسب وعي فضل يسوع إلهي موجن يتفضل كيسه حريص تيسا ككر رقتي مارت عرض يسيا غلب كيسه عذاب كيسه ككر ريسا ككر ريسا مارك تاسو إلهي موجن هيا يوم تطبو إنتو أبوره أيو جنة سبحانه وتعالى جرين هيا يوحى إلهي هذا العمل أيس جرين قام في قوله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس تكو إلهي أتكو حمد يسيء تسبيح يسيء الله يمو قبل ضلوع الشمس قرحة انتين ولي صعدنا على الانسلاة الصباح تكو وقبل الغروب انتين ربعين وعصر كان ينكاتين تكو حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير بن عبد الحميد كويان عن إسماعيل إسماعيل بن أبي خالد البجلي عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال وحجر كنا جلوس المحام فديني ليلة الهبين مع النبي صلى الله عليه وسلم عيسان فديني فنظر إلى القمر ضيح ونبق فيري ليلة 14 أفر تمناه ضيح عمرك أفر تمناه هي ليلة البدر بالليل هذا يعني افتين كيس نور كيس نور لما يستريه ولكن وريها سوادا فقال النبي وحجر إنكم سترون ربكم دضوا ربكم بذلك الدهنتر كما ترون هذا سضيح أوار كيسار وكره وضوح يا عديدة يا افتين يا مبدلة أنت يا سيدا عريري من أجرين لا تضامون في رؤيتي يا ركتيدي سيلاهي وعريري ورقسوا قاري مجر تنوى بإسكي سسوى تاغي ماشي الجوغة أيو أركي دوانا ومؤمنين توي يعني فإن استدعتم هدات كرتان مرك ألا تغلبوا إنا نقال ابن قنين على صلاة قبل ضلوع الشمس قرح إيتنا صباح صلاة لتكوذ وصبح وقبل غروب إيتنا بعن صلاة لتكوذ عصرك wax inaga qaalib noqdo oo inaga mashquuliya ama inaga tagsiya inaad iska ilaalisaan haddii aad kari kartaan fafcalu sameeya taasa ilaahay lagu aragtiisa lagu helaayo salaada subax oo la laazimo iyo casr koo la laazimo jamaacadeeda iyo amaasheeda la imaado aragtida ilaahay baa lagu helaa thumma qaraa wa sabbih bihamdi rabbika qabla dhuluu'i shamsi wa qabla alghurub hadathana aadam ibn abi yas wa qala hadathana warqaa ibn umar alkhawarizmi ورقاء بن عمر الخوارزمي عن ابن أبي النجيح واسمه عبد الله بن أبي النجيح عن مجاهد بن جبر قال ابن عباس بوحيري أمره أن يسبح إلهي النبي سبحانه أمره إنه تسبح صدقفك في أدبار صلوات كلها صلاتها قداش يضم إنه تسبح صدق يعني قوله أدبار السجود وحلوه أدبار الصلوات صلاتها قداش تسبيح الله يبو
أدبار السجود وحكر الوقت المامي الركعتان بعد المغرب لو الركعة ذولا صلاة المغرب كذا بيسا أيوة نوال يرى أدبار السجود والله فصيري سورة والذاريات سورة داس وكسب سيا هاي وذاريات يرى قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وحجري الذاريات ذاريات الرياح ودبيلها الذاريات والذاريات دروة مركا والحاملات وقرن وحقوف السيري ضرورة يقف السيري والحاملات وقرن والجاريات يسرا وحقوف السيري دومها دومها يقف السيري طيب وقال غيره علي غير كيس تذروه تذروه لفظي قاسو كاضية فأصبح هشيما عفوا تذروه الرياح تذروه الرياح لكن سورة دوي فأصبح هشيما تذروه الرياح سورة الكهف سما سورة الكهف وهي لفظي قاو ذاريا ذي شبهان لبضى ضبى وحبيب بتنعيان مركا أصبح هشيما بو النغضي عوسكي يدوغي تذروه الرياح دباشا أي بتنعي سطوريس والذاريات دروة ذاريات والرياح ودبالها وحبتين وحطوري وي ولك تدروه الرياح تدروه الرياح أي تفرقه دباش أي كنجين وكلا تورتوري وفي أنفسكم فلا تبصروا أي لا يعيد السورة كبير نفتي نحطا ضضو مين أركين تأكله والعني عنت العني وتشربه أبي شراب ما يعه دريرا في مدخل واحد هل دلال يهل مال بعد وضمرين أفكا وضمرين ويخرج وحيكسر بحايا من موضوعين لهم ميلو كلا سعطه انتظرنا سحرا ميلو سحرا ينقون وضبالي كصبيح عبيتان كينا كاذبا ينقون مركا وران هل ميلو بكوا ذاقلين سيئو كلا الليحذين يا كلا الليحي سيئو كلا شخشقي قدرة إلهية سبحانه وتعالى وآية آية من آيات الله كم ذا اميين أريده كوانا قادنين فراغ فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين تويان نبي الله إبراهيم مركاوي ماذا مرائكته ويلا لسك قال كيس انتو قال مركي ما كنت دقي يوحلي بيت دبي للصلاة وبورن يو كاني ما ملايك باعون هدي وكي مركا يسكو الشيء قد مركي الدم فراجع فراغ معنى هدو فصيرا فراغ وحكو الله ابتي فراجع وحكو الله ابتي اسلام تيسي بقى لقاها ضلي مكي بشارة الله الشيء فسكت وجهها وقال العجوز العقيم انت وجهي اسكن قرع عضيبا يحيط اروا حبار عجوزه عقيم هون عبدال اني كيغان اضيقا يهميان وحيري اقوساني بالي فجمعت اصابعها سكت بالغو فسرايا جمعت اصابعها فراها ذيبا ينتهي كل ميسي يفضل ربط بها جبهة وجهي اسكن قرفتي وانك ما كي تعجبان ويامان ايه ربان كي وحبا يسكن تابتان واسكن قرفتان والرميم لفظ ايها الرميم ايها دكو فسرايا رميم هذه الآيات ما تذر ما تذر من شيء أتد عليه إلا جعلته كالرميم كالرميم يعني دبيش وحيو ما توب مجد وإلا دبيش وحيكده يسوح والبابا كالرميم بكده وحلا بالبوريي والرميم نبات الأرض بالدها أرض هذا عوس كذا إذا يابس مركو أنجاجو أو وديس الويستاو إنك محالنا وحن وديسي سوما نحن وديسي marka wixii markuu angago waa uu istaayay qabash buudhi wadiisi marka ramiimka waxa uu nabaatul ardi idaayab isla markuu intuu angago wadiisa uu hadana u diiso oo jajaba kaza waxa la muusiun lafdiga la muusiun ku fasiraya oo min kulli shay muxuu aha wasamaa banaynaha baydu wayna la muusiun sama la muusiun tayib ay ladu saca samadan abu ray waara wasinayo وحاول يلا ذو ساعتين ذو صاحبة ساعة وصاحبة واسع نمو ده تكون أي نفع بدن أي واحد واحد يقوى كف ليهن أي كهلا يان وإن الله موسعون لذو ساعة ساعة ذو صاحبة واسع نمو وكذلك على الموسع قدر وسلاس لفظ كله لفظ قام موسع إنه يه لذو ساعة يا وآيات كله على الموسع قدر سورة البقرة على الموسع منك واسع ذا واسع نمو صاحبك إن قالها لي كركي سوا على قدره إنه متاع بحيه أنت ودي سايت هاي سلانتي هالسيو على الموسى قدره على المقتل قدره متاع بالعرفوي يعني وعلى جد القوي موسى كقوي كري كرائن وقبله حسين زوجين لفظ قاس وحول الباء وإله وأبو ري وإله خلقنا زوجين وحنكو أبو ري نيهين لبشة يسكسور جيدة زوجين
أما شبه هيان أما ضديه ضديه يي متقابلين لا ما شيء ضد اسكوها مركا لبداس ولا اسكو دغي ولا اسكو دغي أما بي اسراعي و اسو يغين وحان الله كه سبحانه وتعالى خالق الخلق اجمعين او اسغا ان لهين واح زوجة يا واح نداء يا واح مثيل يا شبيهة من لما لعليه وهي كراسي واح واح كسور جيد الذكر والأنثى بارتا منكي يا ناكتي يا لب يا ردي واحد رضاب واختلاف الألوان من بدأ إسكلافها يا يغلف تركيض من بدأ إسكلافي كوا عسيا كوا مذوي إلى آخرين حلو وحامض كوا وحوا معان وحنا ودنان فهما زوجان سمارتين بدي دية إسكهرمات كي دي ماذا يزوج ويهين وإسقاب شيئين وإسقاب شيئين فالرحة يضيع يوم مالنتي يا هبينك يا إفتينك يا مقدق ففروا إلى الله أؤموا آيات كلاوي ففروا إلى الله إلهي أعرر حقيا لك عرر هدي ملك الماله من الله قابت زندك عررتان إلهي أساق عرر ومنك إليك بنشر اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك وبك منك مركوا حوياه ففروا إلى الله أنت الله أقوذي سيعرضي عرضي سوحي كيلا كعررتان أصدقاء عرّه دنو طوبت كير إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ويان إنس يجن وحكى له ما أبورين إني عابدان من أبوري ما خلقت أهل السعادة أهل السعادة كو أهل اللي بانت هلي أقو ليستي من أهل الفريقين والله بضعك وحوت كتر سن جني يا إنسي وحكى له ما أبور إلا ليوحدون إني يوحدان من أبوري كو مؤمنين ته إله اللي بان لدوري توحيدك أي إيمانك أي كل يبانين كسب الله أبو ريبة كل ميسر لما خلق له ويان وقال بعض ما كانوا حيدين خلقهم ليفعلوا وأبو ري إله إنه السميان وأبو ركب إله أبو ري عملك السمية وعبادة يضع عليه توحيدك الله ماذا وان ليرين إرادة إلهية شرعية هيد بطاسة الإرادة الشرعية إرادة كونية كالجرتها دوني دا إلهي ودونا قفكا هو أبو ري عقل رواسي اختيار رواسي اختيار رواسي حني السنة وأكل عدالي وأكل فهم أيها ديننا جدين مركا هدي لي السماية يا ففعل بعض قار وي سمايين وترك بعض برا وي كتاقين كوا السماين يا كوا كتاقين لابدونا إرادة دي كوني يدو قضاء دحضي كي شقي شقي نمدي سواء لقدري كي سعيد سعيد سواء لقدري لكن هذا خيار بالسيو عقل يسيو خيار كيسا حرية سنوى كوكالا قران كرا وليس فيه حجة لأهل القدر وعليه مصنف كبخاري كوى قدر يده القدر كحجة معها كوى القدر كأه وعلى بعد نعو كوانا جبريال يره دايو وحيليه ان أدونكو وح اختيار أوليه مجرته ومجبور وعكستبع وحمانتا مصمينا وعلى مرسيه ودي سما هو قدر كان مري او خيار بمري ولو عليه وح قدره هو ريه مجرته اديغا واحد قسمانيسو حدد بالله بي سابي دهن قدريه لا لبدو بهلو قدر ما اسكو دها كو روا منفات القدر قدر كان فينايا كو روا كنت لحتاجين اختيارك قفك يا خيارك يسيب ماشي كسارين او حلين ومجبور ويان قفك وحا ويان سيده كليد المرتعش او كلوي قف غرغرر قبا غانتي سما واد ولا وح غرغرك اسا ميا مايا ساسو كاري دهن marka arinta xujo ma aha قدرك واجنا صح لكن اختيار هي عقلي هي هداية الوسية وحن يصل وكلا ساري لبضا هو اللي هذا هاي لبضا هو اللي هذا هاي مركا والذنوب ذنوب بك هذا يا مركا لفظي قاسي ذنوب فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلوا ذنوبا marka kuwa dhalimiinta dhulmiga la yimid waxay leeyihiin dhanuub bay leeyihiin wadaan ku fasiray dhanuub adalu wadaan bay leeyihiin kuwi asxaabtooda ahaa wadaantooda oo kale wadaanti kuwa hore loo daray bayaan loo daray allah daray adalu alcaadim ku fasiray wadaan weyn laakiin muraadka hadda muxuu yahay muraadka waa kinaaya waxa loo jeedaa muxuu yahay asalkii dhanuub hal la dhaho wadaan hal la dhaho laakiin nabi kaleey salaam dhihi jiray ninkii carabiga ah misaa ku dhakaadiyay muxuu yiri kana dhanuuban ذنوب وذنوب وين كان ما كان ذنوب الدلو العظيم بكير لكن مراد كمحوية هاي علماء التفسير ما كان لايين عذابا بليين وعليين عذابا مثل عذاب أصحاب بليين وقيل النصيب وقيل حظر نصيب كوي كوري أصحاب توضاها وضد المري بالأمرين ظالمضة جد كظالمين تواسكو هل طيب في سرة سرة تازو كذا يا سرة إسلام تي نبي الله إبراهيم عليه السلام فأقبلت امرأته في سرة هي لا سوقا بشيء سره صيحه قيل
وإلهي عقيم بان هاي وكذا مركا العقيم التي وقفك المدة لا تريد دليل مدة دليل بعقيم لها ما دليل إسكاه. وقال ابن عباس ما وحيري والحبك والسماء ذات الحبك إلى كل نارتي سمضة حبك وصاحبك استواء وسنان تيضا إيه وحسنها قروح ذيضا سيدا الله صراحة يقص بانتهاي إيه هذا الأوقر حسنتهاي أي الله فسري حبك وحاك الله نجوم تيحديها الأوقر حوالي لهذا في غمرة لفظها غمراء أيها هذا كوفة سرايا قتل الأخ الرسول الذين هم في غمرة ساهون كوا بين الياشا والا الله عنضي أو في غمرة ساهون غمرة في ضلالة بعضبا يتمادون كسي حلير يهيري كسي ما تحتاجين بعضبا كسي ما تحتاجين كل حجران. وقال غيره وحجر مجاهد غير كيبا ابن عباس غير كيبا وحضر وحجري التواسو لفظها التواسو التواسو به بلهم قوم ضاغون ميا يسكت دار دار مين كوي هوري يا كوي دمب ضرمضة يا أهل الضغيان كي يقالضوا اسكو أفوي اسكو سيب يوحض الله اسكو فكر بيقاتان ميا اسكو دار دار مين تواطو ما واحد كوي شيئان اسكو اغايين با ما يهد الضغيان كي كين الضغيان كي يفساد القلب عقلي هدو فساد قلبه هو فسادو حمانتي وضده وقاله واسكو وضمت كوي هوري كوي دمبا. وقال غيره غير كي وحيري مصومة لفظي قاس لنرسل عليهم حجارة من دين مصومة إنا كنت وحن كنت رأينا يعني حجارة حياة طوابة لقى السمية أو لعلامية مصومة معلمة لعلامية وعلامية زنطة قوم كريل قوم اللوبة الوهلة من السماء السماء لقى السوء علامية قف والبيض لا يحق بصنلها قتل الإنسان أيوك يري قتل الإنسان ذا سوى في سورة عبسة إنا سورة دينا وحكو تيرتو قتل الخراسونة واسكو معنى الله بضب هذا اسكو درتو لعناء مالده وعلى الله عنه قتل قرمانة العرب بلو لجهدة سدرات بالي لهذا الشيء يمكن بالشيء شيء بشيء بالله وحس وصلى الله وصلى قاضي سورة الطور والله أعلم بالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.